ear ENT okay respiratory cardiovascular gastrointestinal obigyne genti urinary orthopedic trauma environmental skin and general and minor okay فهذه تصنيفات المرضى في اللي هو في الـ في الـ في الكاتيجوريز فانت لما يجيك المريض لازم تحطه تحت متخصص معين لانه مرض النيورو تطلب له نيورولوجيست مريض الكاردياك تطلب له كارديولوجيست اوكي فمريض الريسبيراتوري تطلب له اللي هو بالمونولوجيست مريض التروما تطلب له تروما تيم اوكي فذيس از اكزاكتلي هاو ذا بيشنتس ار كلاسيفايد انتو ذا كاتيجوريز what are the modifiers provide additional acuity information needed to determine CTAS level يعني هل المريض عنده respiratory distress document yes or no the hemodynamics stable or unstable the level of consciousness the temperature the acuity of pain the chronicity of pain bleeding disorders mechanism of injury يعني هل المريض fall down راسه ضرب في الطاولة مثلا okay الادلت سكند اوردر سي بي جي ديهايدريشن هايبر تنشن وبقى اللي هو عنده اوبستركتد اير واي بروبلمز منتال هيلث انفايرمنتال اكسبوجر يعني هل تعرض مثلا لاستنشاق غازات معينه او تعرض لحراره شديده البيدياتريك نفس القضية أوكي فعندك adult pediatric triaging اللي نسميهم إحنا الموديفايرز What did we do before electronic triage إيش كانوا الناس يعملوا قبل الإلكترونيك تراياج patient who arrived had a three step triage process are incomplete triage stickers with all relevant information registered by the triage clerk once the chart was printed it will go to the assessment room and patient care area هذا كان ورق اوكي هذا كان على الورق لكن تحول اوكي تحول الترياجينج سيستم الان في معظم المستشفيات الى electronic forms اوكي فالالكترونيك ترياجينج ممتاز جدا ومهم جدا ل أسباب عديدة. So electronic triaging documentation is important because it can be seen by everybody in the hospital, okay? Including the bed board, including the, even the CEO of the hospital can access and observe what is going on in his emergency department, okay? طيب. فاول ambulance arrival, a nurse seen time, does the patient has pain? Able to verbalize pain, what is the category of pain from 1 to 10, what is the patient weight, time up to date, okay, اللي هو تاريخ الميلاد, anyone in your life make you feel afraid to your safety, إذا كان المريض متعرض له اللي هو assault, mode of ambulation, هل المريض يقدر يمشي ولا يحتاج له wheelchair, وهل المريض peri hospital care, يعني هل هو جاي من مؤسسة اوكي امير يقول لك هاوس كيبر هي نو اف بيشنت نيد كات وان اوريدي هاز اكسبيرينس سام تايمز هي بوش ذا بيشنت دايركتلي وين هذا الهاوس كيبر اللي يعمل ترياج يا امير where in a hospital the housekeeper is assigned as a triage احنا ما نحط على ترياج الا اللي راسه ابيض عرفت مو housekeeper والله يا ادنو انا اترك التعليق للجماعه اوكي انه ذا هاوس كيبر كانت رياج بيشنت والله ممتاز هذا هاوس كيبر لازم تعملوا له بروموشن اوكي يو هاف تو بروموت هيم طيب اوكي فاحنا نسجل الفايتلز هنا اوكي في الالكترونيك دوكيومنتيشن
وذن التشيف كومبلينز از ريكوردد، بعدين ذا بيشنت از جونا بي كلاسيفايد تو ويتش كاتيجوري، يعني هذا المريض وين حيروح، هل هو كاردياك ولا ريسبيراتوري ولا سكن ولا تروما، از جونا بي دوكيومنتد. انا لازلت اضحك على موضوع الهاوس كيبر كانترياج، اوكي. فاذا كان المريض كارديوفاسكولار يعني خلاص انت اخترته از كارديوفاسكولار، تحط الكارديوفاسكولار سيمتومز والسكن بيرفيوجن والبين لوكيشن والباترن، واذا في اني اليفيترز يعني اكسجين ولا ريست، اوكي. وبعدين اونست اوف ديوريشن لانه مهمه جدا، اوكي. متى بدا الشست بين عشان تحدد انه هل حياخذ الت بليز ولا حيروح على الكاث لاب، بعدين از ات رادييتنج ولا لا، الكواليتي از ات شارب او از ات لايك كومبريسنج، اوكي. وهل المريض اخذ نايتريت في البيت ولا لا. هذا ايش احنا اخذنا اللي هو الكارديوفاسكولار از ان اكزامبل، اوكي. فخلاص اخترت المريض انه كارديوفاسكولار، اروح اعمل له كارديوفاسكولار اسسمنت تراياجنج، اوكي. طيب اذا كان المريض جاسترو انتستينال نفس القضيه، اوكي. هل هي بريجننت ولا لا، البير لوكيشن رادييتنج، وف ايفري سنجل سيستم اور كومبلاينت هاز ا سبيسيفيك دوكيومنتيشن، اوكي. فكل سيستم له دوكيومنتيشن باترن، اوكي. يعني اذا كان سكن فاخذ السيمتومز اوف ذا سكن وسكن بيرفيوجن، واذا في فورين بودي يس اور نو، الوند واز تشيكت اور نوت، اوكي. ف all that as related to skin، اوكي. طيب اذا كان previous abdominal surgery it's gonna be documented here as for the adult and pediatric، اذا كان المريض عامل جراحه سابقه تاخذ منه معلومه، بعدين تشوف ال left hand وال right hand بالنسبه لل pulse وال color و sensation. بالنسبة للأدلت فيرست أوردر موديفاير، إذا كان عند المريض أي شيء موجود هنا لازم ندخله في البيانات، لأنه في النهاية السيتاس is gonna give you level 1 and level 2، أوكي. عاد غالباً الموديفاير اللي هو اللي يعدل من السكور، لأن أنت لما تدخل بيانات المريض في النهاية السيستم حيعطيك هل هو كاتيجوري 1 أو 2 أو 3. الموديفايرز can change the number، أوكي؟ طيب إيش هي أما البنفيتس أوف إلكترونيك تراياجينج؟ إيش هي الفائدة اللي إحنا نستفيدها لما نستخدم إلكترونيك تراياجينج؟ patient assessment were based on اللي هو الـ chief emergency department complaints which save time during the patient interview. فأنت خلاص لما تعتمد على سيستم موحد تقدر تحدد وضع المريض بشكل سريع جدا. Improve documentation and standardization assessment، لأنه مو كل واحد يقيم على راسه. If we are following a standardized assessment، يعني قضايا تقييم موحدة، أوكي. A new emergency staff were able to complete thorough assessment without a triage training. Okay. وما أبغى أقول في بعض المستشفيات الـ housekeeper can do it. Okay. طيب الـ CTAS level improved with the mandatory use of modifiers. أنت لما تدخل modifiers, the level of CTAS is gonna be more accurate. We identify an increase in acuity of patient which results in increased funding for physician hours in a 24 hours period. يعني صاروا الأطباء يقدروا يشوفوا أعداد أكبر من المرضى خلال 24 ساعة، ليه؟ لأنه تم تقييم وتصنيف المرضى بشكل أدق، أوكي؟ حتى ما يصير في عملية خلط ولخبطة في الأمور، أوكي؟ فأنت في when you improve the triage system، okay، what you will get، طبعاً there will be، طبعاً في إحصائيات معينة بالنسبة للمستشفيات، أنت العملية استخدام للترياجينج documentation، okay، you will be able to pull your data، فتشوف مستوى التحسن عندك من سنة إلى سنة، فيفيدك في قضية مراقبة جودة الأداء ومستوى الأداء في قسم الطوارئ، okay.
انت this is a look at ER. تقدر تشوف ال ER. اوكي تقدر تشوف ال ER. كيف تشوف ال ER؟ تقدر تشوف مثلا المرضى ملون. اوكي يعني المرضى اللي كاتيجوري 1 كاتيجوري 2 كاتيجوري 3 كاتيجوري 5 they will appear here. اوكي they will appear here and in which bed. There are different platforms we can transfer the triage data in a platform we call it emergency room triage monitoring okay platform. طيب هذا احد البلاتفورمز اللي مستخدمه ايش رايك تغير المستشفى يا امير اذا البورتر شوف لك مستشفى ثاني check work in another hospital okay او انك تاخذ هذه المحاضره وتعطيها للاطباء انا انصحك اوكي okay؟ انك تطلب الترياج كورس يعني اذا كان هذا الوضع فانت نحتاج ان نطور اوكي فهذه هي فائده حضور الدورات اوكي انك تتعرف على اشياء مختلفه اوكي ف كن قائد للتطوير ان شاء الله تعالى طيب خلينا نتكلم عن هذا البلاتفورم اوكي حتى ما نركز على جهه معينه هذا بلاتفورم اللي هو نسميه emergency department monitoring okay triage monitoring platform هو عبارة عن شاشة نقدر من خلالها إنه نحن نتعرف على الوضع في قسم الطوارئ وزي ما قلنا المرضى مصنفين على أزرق category 1 وأحمر category 2 وأصفر category 3 طبعا عندك كاتيجوري 4 اخضر وكاتيجوري 1 ابيض اوكي طيب هذا البلاتفورم احنا اخترنا فيه وي تشوز تو سي كاتيجوري 2 اند كاتيجوري 3 طيب هلا ان ذس ايمرجنسي ديبارتمنت ان ذس ايمرجنسي ديبارتمنت اللي احنا جالسين نشوفها الان طبعا انا غطيت على اللي هو الام ار ان وعلى اسم المريض وعلى اسم الطبيب وعلى اسم الاسايند نيرس اوكي هذا اللي غطيت عليه أنت عندك هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 عندك 14 مريض كاتيجوري 2 أوكي؟ عندك 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 patients they are category 3 إيش يعطيك انطباع هذا البلاتفورم؟ يعطيك انطباع أنه هذا الطوارئ busy Okay, and this emergency department is very busy. And there are areas where need more staff to support. Okay, فأنت if you go to, for example, هذه room 3, room 3A, B, or room 8 to 9 or 10, you know that this area is very busy. يعني there is a patient who needs to be seen by doctor within 15 minutes. Okay, and he has to have a nurse all the time in that patient room. Okay, فالكاتيجوري اللي هو فائدة الإلكترونيك تراياجينج سيستم that is connected to a platform where you can monitor the emergency department. Okay, when it comes to the and if you look here at the diagnosis, fever from clinic, fall, nausea, change in vision, patient has abdominal pain. Okay, patient has acute confusion, fever, vomiting, and palpitation, shortness of breath, desaturating, okay. طيب, electrolyte imbalance, هذا جاي المريض, هذا low level of consciousness with high blood sugar, okay. هذا المريض جاي fever with immunocompromisation, okay. This electronic triaging system will show you exactly why the patient is classified as a triage 2, and why the patient has been classified as a triage 3. Okay?
And this can help you to identify where are the areas of busy, where are the areas that need support, okay? This is the benefit of using or having electronic triaging systems, okay? واضح؟ Is it clear? طيب. وبرضو في عندي اللي هو موضوع ثاني اللي هو موضوع الأونلاين تراياجينج. إيش هو الأونلاين تراياجينج؟ هذا the online triaging is an online platform that the patient can call or go into application and register his symptoms. Okay, يقدر المريض يدخل عن طريق التطبيق ويدخل المعلومات الصحية. فإما التطبيق أو اللي هو الشخص اللي يستقبل البيانات يقدر يوجه المريض لأي مكان. أوكي، يقول له إنه مثلاً أنت تحتاج سيلف كير أو نان إيرجنت، أو ينصح المريض إنه يروح على قسم الطوارئ. هذا اللي اسمه هذه بعض البلاتفورمز اللي اسمها أونلاين تراياجينج بلاتفورمز، وهذه منتشرة الآن بشكل كبير جداً. أوكي، هذا واحدة منهم اللي هو كلينكس توتال تراياج سيستم، where the patient can use anything, like he can walk in or use the phone or make a call in order to be triaged by somebody. Okay, طبعا بعض البلاتفورمز تستخدم اللي هو الارتفيشال انتليجنس in order to triage patient. احنا تكلمنا امس عن ثلاث او اربع اختيارات تستخدم الارتفيشال انتليجنس في عملية اللي هي الترياجينج. اوكي، في عملية الترياجينج. ف this is electronic platform where the artificial intelligence. هذه كانت ملاحظة من إياد ثنيان في الصباح أو في بداية المحاضرة، إنه artificial intelligence can help in that. This is where the application of artificial intelligence اللي هي في electronic triaging system. Okay, where the patient can access to a platform حتى تطبيق أو اتصال اللي هو سموه chatbot. Okay. يكون تشات بوت. فالتشات بوت هنا اللي هو عبارة عن مكان للدردشة، يقدر المريض يدخل ويدخل بياناته أو إنه يوصف بياناته للسيستم، وذا سيستم is gonna triage him and ask him or help him where to go. Okay. طيب، طبعا الآن في عنا الويرابلز. أوكي، هذه إحنا أنا ما تكلمت عنها، يعني ما حطيت لها سلايدز، بس في عنا الويرابلز اللي هم زي مثلا أجهزة مراقبة الضغط، أجهزة مراقبة تخطيط القلب، هذه اللي تقدر ترسل بيانات مباشرة للطوارئ أو للطبيب. أوكي، بحيث أنه يقدر يعطي فيدباك. وفي دخلت بعض الأنظمة اللي هي عبارة عن اللي هو يسموهم platform triaging system. أوكي، that can connect patient through ambulance to emergency department until the patient is reaching the emergency room. Okay. طيب الآن في حد عنده أي ملاحظة أو أي سؤال؟ Do you have any question or any comment on the topic? طيب، في أحد عندكم، في أحد يستخدم هذا البلاتفورمز؟ أحد عنده خبرة مع سيتاس والإلكترونيك تراياجينج؟ هل يستخدم؟ يس، أوكي. فهي قضية مفيدة جداً، وإن أني هوسبيتال ذات يو دونت هاف إت، أوكي؟ It's very useful, okay? It is very, very, very useful, okay? طيب. Okay, أنا بالنسبة لي خلصت المحاضرة، طبعاً على التسعة في المحاضرة الثانية اللي حتبدأ، okay؟ على الساعة 9،
فحيكون تقريباً في 2-3 minutes فاصل ما بين التو lectures. أوكي؟ Thank you very much. شكراً.
Good morning. السلام عليكم. صباح الخير جميعا. تسمعوني بشكل كويس؟ Good morning everyone. الصوت واضح. اوكي. طيب. طيب نبتدي باليوم الأخير. إن شاء الله تكونوا اليومين اللي مرة استفدتوا عليهم ولح نكمل بجدول المحاضرات الأخير. يعني مضطرين نروح بوتيرة شوية أسرع لأنه تمشين نغطي كل المواضيع حسب الجدول. أوكي. طيب حنقوم بالمحاضرة ألا وهي latest healthcare innovation أو بعد ال healthcare innovation أو what are the latest innovation in the healthcare including a few things that we need to do it in order to improve the patient care through innovation. فإذا نحن كل شيء بنعمل للمريض هو عشان improve the quality of care, to improve the experience of patient and through the innovation. كل التكنولوجي وكل الابديت وكل ال evidence base وكل التكنولوجي هي هدفها our customer اللي هو المريض. فإذا عشان كده رح نحكي عن the latest innovation أو طيب فإذا وقت نحكي عن the latest innovation بالهيلثكير فإذا بدنا نحكي عن الأشياء اللي لها علاقة بالهيلثكير ما في أحكي أنا عن the latest innovation بالهيلثكير أتكلم for example عن أشياء ما لها علاقة مثلا إيش هي أحدث التكنولوجي المعتمدة بالبنك for example مثلا what are the technology used in the bank it's there is no relation. فإذن there is no no relation. عشان كده لح نبلش. فإذن what are وقت بنحكي عن ال innovation بال healthcare including new drugs يعني for example شو أشياء medication جديدة إيش هي for example new smart pump for example vaccination new drugs هايدي كلها يتا ال vaccination diagnostic and medical devices for example وقت بنحكي الحين عن الروبوت كان في مؤتمر بالرياض من حوالي الأسبوعين له علاقة بالكل شيء له علاقة بالتكنولوجي بالهيلثكير this is like they were introduced many things له علاقة بالهيلثكير بالإنوفيشن بالهيلثكير for example لما نحكي عن الميديكال ديفايس لما نحكي عن الروبوت and you know nowadays قديش في كثير من الـ OR صارت العمل بالروبوت يعني for example إذا نحكي عن الأوبن هارت nowadays أو بأيامنا كان تاخد مع الدكتور 9 و10 ساعات عملية الحين الروبوت he's the one he could support بالأخص many things بالعملية فإذا this is all a new innovation بالhealthcare حسب طيب فإذا when we are talking about a successful innovation company organization نحن بنحكي انه انا I'm working in an organization for example and this organization is applying all the technology with innovation طيب what are the characteristics of successful innovation اول شيء بده يكون creativity of employee we need to be creative يعني نحن اذا نحن بنشتغل بمؤسسه بس عشان just to receive information and to do that job it's not innovation أنا بشتغل just to do my duty متطلب مني أنا داوم على إجي على الوقت وروح على الوقت وإذا I'm a doctor prescribe the medication I'm a nurse to give the medication that's it it will not have the innovation but then we need to be creative we need to create a new idea ability to evaluate the possibility of innovation ideas what are the possibility of innovation ideas يعني هل يا ترى انا I can do innovation in my organization the system is allowing me that my leader is allowing me هاي دي كلياتها we need to discuss them. good teamwork تكلمنا عنها and project many project طيب in order to have a good hospital or innovation in the hospital we need to have cooperation with external experts like universities research give me example yani the cooperation and collaboration with other bodies or other external bodies or external expert it will be a it's great for innovation like what give me example زي ايش
اكسلنت. جيش يعني انا بحكي انا بدي تجي Joint Commission International Accreditation. And I might say I am doing perfectly, yes, but it needs to be validated by an external body. For example, هون عندنا GCIA مثل ما تفضلت أخت سارة إنه Joint Commission, it's one of the well-known international bodies that it will look after the quality of care and the accreditation. مثلا السباحي كمان Saudi Board of Accreditation, all the hospital now, it's accredited by a Sibahi. Many, كمان وقت بعمل أنا affiliation with many universities, وقت أنا بعمل affiliation, أنا بعمل توأمة مع عدة مستشفيات أو مع عدة جامعات أو وإلى آخره كمان, it will help too much in بالإنوفيشن وبالإفتكار وباستحداث أفكار جديدة. For example, I might send my staff to be trained in a hospital, pediatric hospital, for example. كمان هيدي كلياتها بتساعد على هذا الموضوع. A proper rate of risk-taking employee motivation. كمان تكلمنا عنها مبارح إنه how to motivate our employee to be creative. أنا ما فيي حط my employee under pressure وبعدين أطلب منه أن يكونوا creative. No, it will not work like this. My continue education for employee. كل ما أعطينا الـ employee تبعنا الإمكانية أنه يتعلموا, أنه to be exposed, يحضروا symposium, to have a training, staff development, innovation, exposition. كل ما أعطيناهم إمكانية أكثر وأكثر أنه just to be more creative. And يبتكروا أفكار جديدة. Ability to finance innovation activities. طبعاً يعني أنا مثلاً I am running a project in my organization. أنا عندي PI project, performance improvement plan, واشتغلت عليه. When it's perfectly, but أنا at the end I need a financial support. Financial support ما بيعني إنه give me salary أو bonus. لا. Financial support مثلاً بالimplementation. And how I'm going to implement it with no financial support. فإذن يعني الأهم شيء بموضوع الانوفيشن إنه يكون في الإمكانية إنه نقدر نعمل implementation ويكون في financial support عشان أقدر أعمل implementation للموضوع. عشان أقدر أعمل implementation. Otherwise with no innovation. يعني أنا بقول مثلاً طيب أنا بعرف إنه this system is good for my organization وعملت له, بس أنا بدي فترة implementation تجي بالفاينانس بيقولك والله أنا I cannot afford this money, فإذن this is it's not going to work. وقت بنحكي three condition of innovation, فينا ثلاث أشياء innovation. Innovation means work hard, concentrate and in your work. Successful innovation must build on your strong points. شو يعني what do you think what are the strong points for innovation? شو هني what بنحكي عن strong points. فإذن what are the strong points for innovation? إيش هي أهم النقاط في innovation? Strong points. Leadership support, financial support. This is all a strong point for the innovation. What are the basic? Understand the social impact of, مثلاً, understand the social impact of disease. And why I am going to implement a project. Why I'm going to implement a project I'm talking about to treat a disease or implement a new medication on the disease, because there is impact on the social. Creating an environment and technology to reduce the poverty of the disease, developing a care strategy, understand the challenge. What are the challenge? ممكن أنا ما يكون في عندي cooperation. أنا ما في I cannot work. نحن نحكي عن teamwork. I cannot work by myself. أنا I have a performance plan. For example, give me example of one of the PR performance improvement plan
or PI project that you are working, and it was successful, why? If it was not successful, why? For example, أعطوني example على PI project اشتغلتوا عليه. Like what? And you reached it, it was successful. ليش؟ وبساعتها you will have the answer. Like what? You have been involved or you were involved in any performance plan over the last year, for example. هل اشتغلت على أي موضوع performance plan؟ مثلا decrease length of stay, مثلا decrease the CLABSI infection or central associated bloodstream infection. For example, we were part of this project. طيب شو هي strong point؟ انه انا عندي collaboration و cooperation والاخير وقت جيت implementation قلت لي we cannot bring this catheter, it will be very hard, we cannot afford it, the price it's more than expectation, you know what انت you need to use another catheter because it's above the expectation or above we cannot afford this price. فإذا ممكن أنت تشتغلي على project معين, but it's very important to understand the challenges. تعرفوا شو هي challenge, شو هي الصعوبات in the implementation. سواء ممكن يكون ما في collaboration, ما في cooperation, وما في أي support. إيش هن العناصر نجاح الـ innovation؟ وإذن what are the key components for innovation, for success of managing innovation؟ أول شغلة في عندي الـ foundation, في عندي discover, design and build relationship. وإذن في عندي key success key مثلاً النقاط الأساسية بالـ innovation, and without this point we cannot run any innovation. أول شغلة أيوة هي establish a guiding value and vision. يعني أنا ما في أعمل أي project أو I cannot run any project unless I have a clear vision and value. For example, أنا ليش بدي أحط أنا الـ ISA system or information technology system؟ ليش؟ لأنه it will أنا عندي mission vision أنه كل شيء يكون computerized. أنا by 2030 for example حسب المشن everything should be for example example should be computerized, no paperwork. This is one of the example. Improve the safety of the patient, improve the security of information. مثلا أنا I have a foundation, I have a value, I have a vision in order to implement a project. وقلنا مثل ما قلت لكم انه ممكن تكون انه انا improve the safety, improve the security of information, improve the quality of care. Organization support كمان I cannot we need to have organization support. Set the priority. شو يعني set the priority in a project؟ يعني do you think we could approve any project or always which project should be approved, do you think? يعني أنا what حط set the priority on a project. What do I mean by a set the priorities? شو بعني بset the priorities? دائما the project بيكون based on what? Based on a gap or in a need. For example, أنا عندي لاحظت إنه ال level of pressure injury عندي بالمستشفى it's very high. كثير عندي مرضى عم يشتكوا من قصة التقرحات السريرية أو ال pressure injury. طيب بالمقابل أنا this is I submitted a project, PI project just to improve it. بالمقابل زميل لي بعت project he's talking about the for example how we could improve the discharge process. But do you think which one is the priority at this moment? بتقول لي طبعا يعني اوكي شو بت انه سوري ممكن الاسامي ما يكون واضحين. حدا من الاخوان يا الاخوات بيقول لنا يعني ما نشتغل على موضوع ما اولويه.
وفي مواضيع تحت الشغل. Excellent, this is exactly you mentioned it. يعني أنا بدي يكون في عندي gap, بدي يكون في عندي مشكلة. بتقولوا لي موضوع discharge مهم, أكيد مهم جدا, بس بالمقابل أنا عندي في شيء اللي اسمه pressure injury, في مرضى عم تشتكي من تقرحات ما عم بعرف شو السبب. وبالمقابل أنا عندي discharge patient, but it's not يعني putting me under pressure or my congregation under pressure, أو it you could be with. فإذا البريوريتي بالنسبة لي, the top priority for me at this moment is to work or is to prioritize my job. بشتغل على الموضوع اللي هي based on the gap and based on the needs. فإذا ما بحب أنا ما بشتغل مواضيع just to run a project. فإذا بدي يكون في عندي basic أو بدي يكون في عندي foundation. أساس الـ PI بل أساس I cannot work. وleverage the health information technology and analytics demand highly. فأنا بدي يكون عندي foundation أنا. I cannot run anything in order to have a success innovation. بدي يكون في عندي foundation اشتغل عليه, ألا وهي المشن, الفيجن, الorganization support and set a priority. هيدي أكتر شغلة بدها تكون يعني ما في in order to have a impact على ال innovation, لأنه I need to have an impact. طيب discover. فإذا أنا خلينا نشتغل على موضوع. فإذا نحن قلنا بال foundation أنا قررت أشتغل PI project على موضوع الـ pressure injury. أنا I identified based on the foundation, أنا عرفت الجاب ما هو وإيش الله هالموضوع. هلأ الحين بيجي على الناحية العملية. شو هي الناحية العملية منشان just to have منشان نجح أو to have a success of managing innovation. طيب شو هي الناحية العملية بهالموضوع؟ How I could implement it? Tell me. فإذا كيف ممكن أعمل له implementation؟ فإذا عرفت شو الجاب وأخذت الـ PI project بناء على الجاب عم بشتغل. هلا كيف في نشر الحين؟ بدي بلش اعمل implementation. فاذا through proper test, through proper designing and testing education system, proper education, اعمل education للstaff, حسن الdocumentation, حسن الassessment. فاذا هيدي كلياتها مثل ما حكينا بيكون في عندي انا foundation, وbased على الfoundation بدي اعمل انا a design and with test and still I will do the relationship with the patient. طيب نحن based on what we will have a, what are the tools for innovation. يعني أنا ما في أحكي innovation بالمطلق, بدي يكون في عندي tools for innovation استعمل. أول شغلة benchmarking. كيف أنا بعرف أنه I need to have innovation on I'm running benchmark. شو يعني benchmarking؟ What do I mean by benchmark? A guiding points or targeting that we were women. يعني أنا بقول مثلا أنا عندي ال I am target or benchmarking, يعني أنا I need to achieve this point. I need to achieve this point. يعني or comparing to other benchmark. يعني أنا بقول إنه مثلاً أنا عندي فلذا نأخذ the quality indicators. خلينا نأخذ the quality indicators. بتقول إنه أنا to be in a good care,
أنا مفروض يكون عندي البنش مارك ما ينزل على هذا الحد. أوكي؟ To be at the safe side. يعني وقت بقول أنا مثل ما قلنا وقت أنا لازم البنش مارك تبعي وقت قصة الكوفيد تقول إنه خلص I will open the life again everything you أنا I have benchmarking إنه بيكون في عندي نسبة تطعيمات بالمجتمع 70% من الناس وفعلا أنتم بتعرفوا وقت الكوفيد for example إن درجة حياتي طبيعتها وقت تأكدنا أور إنه صار في نسبة تطعيم حوالي 70% من عدد الـ population فإذا this is I need to have a benchmark طيب brainstorming شو يعني brainstorming What I mean by brainstorming? العصر الذهني. Excellent. يعني أنا العصر الذهني. يعني I need to brainstorm to have I will have many ideas عشان اختار الأفضل. طيب. Business process re-engineering and change management. When do you think the changing the management it's very important in the innovation? It's important part for the innovation, the changing the management. And when we will say that we are going to change the management? No, why? ليش يا أخ نديم, عزيزي نديم, ليش؟ Why do you think we should not change the management? We must use the existing infrastructure and motivation. I agree with you, but I would like to add at your point, you know, when I will decide to, and I have an idea, I'm طور idea, وتبوصل لمرحلة إنه هيدا هالمانجمنت he cannot provide me anything or he did not achieve his goal I need to change يعني أنا ما في أقول أنا حطيت مدير على مشروع أو he's running a project أو till the end لا نحن بكل شيء بيكون في عنا مثل ما وقت نحكي على التارجتينج بوينت وقت نحكي على البنش ماركينج وقت نحكي على الاشياء اللي تكلمنا عنها انه نحن at some point if he did not achieve his goal or he did not solve the gap then I need to change it انا ما بغير المانجمنت بالانوفيشن just to change no انا بكل شيء بده يكون في عندي بلان لانه في شيء بقول if a manager he's not planning his project He is planning his failure. Yes, exactly. We change the management strategy, but not the individual. But sometimes, كمان I will add to your point, and no, sometimes, yes, we need to change the individual. طيب إذا هالindividual وصل لمرحلة خلاص, he cannot give you anything. Or for a reason, بيصير في عنده resistance. أنت تعرف إنه أوقات بيصير في خلافات بالرأي. خلافات بوجهات النظر. بيقول لك, I want to do it on this way. But this is not, this is against the management strategy as you see. إنه المانجمنت بحط لك vision and mission بتعينك just to achieve the mission and vision. مضبوط ولا لا؟ طيب إذا أنت you arrive at the point إنه you did not achieve it or you struggle or you don't want to achieve it because you have different ideas. At this point, yes, we need to change the individual. فإذا نحن طبعا نحن we are not targeting people, we are targeting a general strategies to be done. General mission and vision to be done. But وقت أنا بوصل لمرحلة إنه I cannot do anything yet, I need to take the action. طيب. In addition, I need to have a what we call the technology audit. يعني أنا I need to always audit my work. To audit my project. To audit what was done. Through the outcome. يعني أنا اشتغلت على موضوع اشتغلت على موضوع البريشر انجري رح تحكيلكم عنه اوكي وشفت انه كل الايفيدنس والتكنولوجي والايفيدنس بيز والليتريتشر والبراكتس بتقول انه ان اوردر تو افويد ات انا اي نيد تو امبلمنت 1 2 3 4 5 6 اي امبلمنتد
But still, what I did the audit, still it did not improve. Again, I need what? Here, I need to do a root cause analysis. أعرف شو هو الموضوع. فأذن هذه كلية general innovation tools. هذه كلية tools that it's very helpful على موضوع ال innovation. فأذن هذه كلية tools نستعملها مشان if you are running a innovation project or innovation ideas, this is the tools that it's mandatory to be available. فعنا what we call the product innovation tools يعني it's mainly of the design or الخطة اللي بنعطى this is يعني هذه العلاقة بالhighest management managerial innovation tools يعني من هم الأهم الأشخاص اللي بيلعبوا دور بالinnovation tools من هم الأهم الأشخاص في عنا peer evaluation في عنا team building and how they can lay it out this is and the manager هم الأشخاص اللي أكثر شيء معود على هالموضوع فإذا البنشماركينج تكلمنا عنه is a process of improving brainstorming يعني ممكن تنطرح أمامي different ideas فإذا ممكن تنطرح قدامي different ideas أو different perspective to achieve the goal at the end I need to change an idea to choose one of the idea ودائما وقت نختار فكرة معينة دائما it's هذا سلاح ذو حدين ممكن نختار الفكرة الصحيحة وممكن نختار الفكرة الغير صحيحة but at the end we need to decide مشان كل decision بيكون في عنا 50% you might achieve it and you have 50% that it might fail re-engineering وقت بنحكي كمان هيدي كل ده tools مهمة re-engineering يعني أنا I need to restructure من خلال الخطة ومن خلال الأشخاص المنفذين وهذا تكلمنا عنه يعني أنا وقت بدي أرجع أعمل دراسة مجددا للخطة أو بدي ممكن أرجع أعمل دراسة للأشخاص المنفذين للخطة لأنه ممكن they did not achieved what was the aim of it. Change management هاي تكلمنا عنه technology audit failure mode peer evaluation شو معنى بالpeer evaluation What do you mean by peer evaluation? Why it's very important in innovation? This is I'm going to give you a very great example, but first I would like to hear from you. ليش peer evaluation شغلة جدا مهمة بموضوع ال innovation والابتكار؟ What do you think? شو يعني ال peer review or peer evaluation؟ يعني I am checking you, you are checking me. طيب لح أعطيكم example. It's very interested. أكيد أنا ممكن تكونوا يعني تقييم لا تقييم قبل النتائج أخ ماجد قبل النتائج يعني ال peer evaluation before or while doing. لأنه just to guarantee عشان أضمن الحصول على النتيجة الأفضل بعمل الـ peer evaluation أوكي عشان أضمن حصول على النتيجة يعني بعطيك example نحن وقتا بنكون مسافرين وبنطلع بالطيارة أمتى بيقولوا لقد أطفئت أبواب الطائرة أو خلص وقتا بيكون عم يعملوا safety check يعني الـ peer evaluation يعني بيكون الطيار عم يعمل الـ evaluation تبع مساعد الطيار ومساعد الطيار عم يعمل الـ evaluation للطيار يعني شو هي safety check I check you, you are checking me and everybody is safe نفس الشيء هون أنا وقتها بدي أحكي أنا I assigned you to a project It doesn't mean that you are the decision maker on everything We need to have many people who are following what you are doing لأنه ممكن at some point ممكن أنت you might struggle ممكن توصل لمرحلة ما بتعرف النقط اللي لازم تشتغل عليها أو ممكن توصل إلى مرحلة إنه we don't know
we don't know. فأذن هايدي كلياتها يعني it's very important إنه نحنا someone will be checking you while you are doing your act or while you are doing your job. يعني أنا بين عندي أنا عملت ال performance improvement على موضوع operation injury وبين عندي إنه رغم هالشي كله بعده عم بيبين عندي. طيب أنا ما بيمنع إنه أنا أعمل peer evaluation للأشخاص اللي بيكون معه just to follow one person who was doing the nursing care على مريض عنده pressure injury. تشوف شو عم بيصير. هل يا ترى ما عم يعرف يعمل assessment؟ هل يا ترى he is not terming the position of the patient؟ He is not يعني he don't know where is the area of pressure injury. كل هي تفاز. هاي مسمية ال peer evaluation. يعني I need to choose. اخذ عيني من البروجكت spend a time with this person to see how he is performing. اوكي يعني انا هاي بنسميها البير او بنسميها يعني انت بتروح فجاه بتاخذ عيني مثلا انت عم تعمل اوديت لفايل في عندك مشكله بالدوكيومنتيشن انت مش كل يوم بدك تشيك على 3000 فايل لا بس انت باليوم مثلا ممكن تروح على قسم فلاني تاخذ الفايل وتشيك عليه هذا الجود ثينجز وذ جي سي اي جي سي اي بتجي بتقول لك انا بدي اشوف انا عندكم في عندي تشابتر اسمه مثلا انفكشن كنترول ما بتجي تشيك على كل المرضى او مثلا بتقول لك انا بدي اشوف اي وونت تو شوف الكواليتي اوف كير عندكم كيف الكواليتي اوف كير ما بتجي بتشوف على كل المرضى بتجي بتاخذ مريض واحد and they will follow the patient من الصباح بيشوفوا الجيرني اوف بيشنت من لحظه الادميشن للحظه الخروج مش دار ما بيشيكوا هذا المريض بيعطيهم فكره عن ان كل شيء انعمل عند المريض فاذا وضحت قصه البير ايفالويشن اتس كلير فيري امبورتنت نحن بالهيلث كير سيستم فيري امبورتنت تو هاف ا بير ايفالويشن Excellent. Team building. يعني أنا if you are assigned in a project to have, you need to have to build your team. ما بقول إنه أنا I am decision maker وأنا مسؤول عن كل شيء وأنا I won't give my ideas to anyone. هيدي كمان شغلة جدا مهمة. يعني في كثير من الأشخاص بعد هلا عنده resistance إنه to share knowledge with the others or to build a person. لأنه يعني بيخافوا على مناصبهم أو بيخافوا إنه هيدي شغلة جدا خطأ فإذا هيدي شغلة we need to work on it لأنه sharing information very important to build a team very important to build our colleague very important مشان هيك نحن دائما إذا بتشوفوا بالمستشفيات الكبيرة وقت حدا بيتعين على منصب عالي بيكون في حدا بيقولوا له we need to have someone who is shadowing you أو حدا يكون معك على فترة من الزمن just to learn from you لأنه ما بينترك الموضوع إذا ما كان عندنا a good team. فإذن how to بالcreativity أو بالinnovation in order to have you need to keep in touch with creative people. شو من هم الأشخاص المبدعون حسب رأيكم؟ We need to keep in touch ومين بيحدد إنه هذا الشخص مبدع ولا لا؟ فإذن keep in touch with creative people. من هم ال creative people ومن اللي بيحدد هذا الشخص creative هذا الشخص not creative or give me example very very important this point شو من هم ال creative people أو ال creative organization based on what عشو بقول إنه أنا هذا الشخص والله he's creative or he has innovation بناء على ال outcome يعني بناء على ال outcome وتبقول أنا عملت trial على medication وتبعمل أنا بقول أنا I want to implement the system in my organization لأنه في outcome العمل وبرهن إنه the system is excellent. أوكي فإذا creative people بقول أنا شخص اخترع موضوع معين أشار على موضوع معين and his idea it was excellent
and when it was implemented in the system, it gave me يعني a lot of help. But then I will keep in touch and I will take advantage from this person. I will take advantage from يعني from his project, from his experience. How the الأشخاص اللي ممكن يفيدونا دائما. فهذا مثل ما بيقول الأخ ماجد إنه the people who find solution, الأشخاص اللي بيعطوك الحلول ما بيصعب لك إياها, بيعطيك فكرة وبيقول لك this is the solution, this is the solution. Accommodate the effort to the target, evaluate and appropriate the effort, protect creative employee. دائما نحن protect creative employee. وقت بكون عندي أنا شخص بعرف حالي, شخص بالتيم, نحن هون في two different approach. في أشخاص بينظروا للأوضاع الإنسان المبدع والخلوق إنه واللي عنده أفكار إنه بيصيروا بيجربوا to isolate him, yes or no, لأنه بيعتبروه بشكل خطر على عليهم. يعني أنا كليدرشيب عندي شخص والله he is an excellent وعنده كثير من الأفكار وعنده كثير من الابتكارات وإلى آخرها, بس أنا أفضل إنه do not give him that chance لأنه at some point he might be taking my position. ممكن هذا الشخص يأخذ مركزي. فإذا هايدي وفي بعض الأشياء بيقولك لا أنا I will take advantage from this person and this is a good point. إنه في كتير الأفضل إنه تأخذ, you need to take advantage from this person. تأخذ advantage من هذا الشخص. أنت وعم يعني إذا if you have such a person in the organization. فإذا نحنا يعني how to stimulate the creativity عند الأشخاص أو نحبذ هالموضوع عندهم, just to protect them, نحافظ عليهم ما هذا الموضوع ينقلب ضده. Provide them with security طبعا and tolerate failure. شو يعني tolerate failure? What do you mean by tolerating failure? شغلة جدا جدا هي الأساس, الأساس تبع الانوفيشن والكرياتيف to tolerating the failure. تحمل الأخطاء. Thank you. يعني تقليص حدوث فشل. يعني أول شغلة بدي إذا بدي أعمل implementation لأي موضوع أو بقايم عندي new idea, new innovation, new whatever, بدي حط احتمال أنه هذا الموضوع ممكن يصير في عندي failure. عشان كده نحن بكل project يا أخوان بالمستشفيات ما بنعمل implementation فرد مرة, ما بنحط دغري, بنصير نعمل piloting, بنبلش بيونت بنصير نوسع 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 تيصير الموضوع يعم كل المستشفى, لأنه there is a risk of failure. وقت بيصير في عندي risk of failure بدي جرب يكون قلل من الضرر قدر المستطاع أو الضرر it will not affect all the people together. فإذا هذا موضوع جدا مهم. كمان الشغل الأشخاص اللي بيكونوا موكلين بمهام to implement, if they fail at some point I need to give them the support. يعني ما بيعني إنه هذا يعني يعني خلاص. فإذا هايدي this is how do not get disappointed by negative excellent, لأنه مثل ما عزيزي نديم إنه نحن دائما الريزلت مش بيدنا, في كتير عوامل ممكن تؤدي انه الريزلت تكون نيجاتيف مش بوزيتيف. حتى if you are doing perfectly we cannot guarantee always the result, but دائما نحن المهم انه نعرف الاشخاص اللي عم نشتغل معهم they are doing their best وعم يشتغلوا حسب الضمير وحسب البوليسي وحسب الخطه الموضوع. المهم ما بنقول يعني النتيجة بعدين نحكم عليها. Evaluate the creative ideas quickly.
يعني دائما وقت بتجيني different idea I need to evaluate it. I should not ignore it. I need to evaluate it one and two time قبل ما أعملها يعني to say this is a good or no. يعني ما في دغري أعطي حكم على الأفكار اللي بتجيني أو على المشاريع أو على البروجكت اللي بتجيني for nothing. دائما 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 أنا I need to evaluate it سواء من from different perspective تكلمنا عنها أول شغلة وعلى أساسها I would say that it's a good or no. والنقطة الأخيرة just to be persistent nothing come for free. شو يعني؟ يعني أنا لازم بدي أحاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة عشان نجح البروجكت. I need to be persistent. ما في أنا أعمل بروجكت بالأخص نحن بالمستشفيات لأنه كثير دقيقة البروجكت نحن نشتغل مع كائنات مع بشر مع وناس مع ناس مرضى وممنوع الغلط لأنه أي غلط بيكلف المريض حياته. عشان كده نحن هون وتنقول be persistent. يعني أنا ما مثل ما بنقول نحن ما نستعجل على المواضيع. المواضيع هتاخد وقت ولا هتاخد جهد ووقت طويل ولح نضطر نعيده مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة عشان نوصل زي ما نقوله على نقطة الأمان. فإذن وقت منحكي be persistent and nothing comes for free يعني دائما الأفكار it will take time to be implemented لازم ندرسها بشكل كويس قبل ما نعملها implementation بالله عن المريض. maintain creative atmosphere تكلمنا عنها مبارح مرجع عيدة أنه نحن how to team building with team support و good relationship with others و environment of respect ونحترم البعض never undermining take it the positive point يعني دائما الاشياء البوزيتيف ناخذها ونفكر فيها ونعطي سبورت البعض بالاخص اذا كان في ايدياز اذا كان في بالاخص وقت الموضوع بيتعلق بموضوع له علاقه بالمريض بسلامه المرضى و يعني بتحسين الكواليتي اوف كير وامن المريض و الامبروفمنت اللي بيصير بالمستشفى. فاذا هيدي كلياتها وي كول ات يعني الانوفيشن او ليتست انوفيشن او هاو تو بيلد ا تيم انوفيشن او وات ار ذا فاونديشن اوف انوفيشن وكيف هاو تو ران ا بروجكت وشو هي الافكار او تولز ذات اي مايت نيدد تو ران ذا انوفيشن اند شو هن البروسيس والماتيريال اند هاو تو stimulate the creativity. هي أهم شغلة معني. يعني أنا ممكن يكون عندي شخص عنده creativity بس هذا شخص بطبعه هو خجول أو ما بيحب. أنا this is the challenge إنه أنا how I could stimulate this person إنه يطلع الأشياء الجميلة اللي عنده. هي من أمل أن نطلع الأشياء الجميلة اللي هي هالأشخاص بيتمتع فيها. فأنا Heidi Minkorn, this is the end of the session. Do you have any question? قبل ما ناخد the break, do you have any question to ask me? بتحبوا تزيدوا أي شيء على session or there is anything that it was not clear? If there is anything, I am ready to answer you. بعطيكم دقيقتين just before going the break. Any question, please let me know. Okay, if there is no question, but then thank you for your attendance. This is the time for morning break. But then, inshallah, بشوفكم على الساعة العاشرة والنصف. But then you have a break. لحديت. Break. Thanks. Okay. طيب, حنكون الفترة, two more session in the morning time. حضطر نروح بوتيرة شوي أسرع عشان نخلص البرنامج مثل ما هو محطوط بالسكجول. حنكون كمان المحاضرة الحين حتكون تكملة إلى حد ما
للمحاضرة الأولى أعطيناها صباحا الـ innovation والـ ideas of innovation. And الحين رح نعطيكم a few ideas of few technology بموضوع الـ innovation, and we will start with the first one. طيب منبلش, we will be giving example of from different innovative ideas or project إلها علاقة بالإنوفيشن that it was run in the different part of the world. أنا عملت بأماكن متعددة وهي تعتبر أفكار جديدة وأبتكارات جديدة بالقطاع الصحي, and it proved a good outcome in relation with the patient, with the patient outcome, والquality of care, والsecurity of information, والsecurity of patient. ولح نشوف منبلش بالإجزامبل الأول. مثلا في عنا بالchildren hospital connect newborn with parent with an ICU apps. وشو بيحكي هذا الابتكار؟ in the premature baby or newborn with health problem, you know that premature baby always they will stay in an ICU, and the parents will stay at home. يعني بهالحال النيونات اللي بيكونوا بالمستشفى for phototherapy, whatever, and the parents, they will stay at home. And as you know, this is a very, very stressful situation for the parent and especially for the mothers. يعني بالأخص لأن newborn, حديث الولادة, under very high critical condition. We don't know at any time what will happen. Okay, to the baby, and we need to be, يعني بنكون دائما بيكون في عنا بيكون في قلق جدا عالي بهذا الموضوع, وهذا هالشيء بيخلق كثير من البرشر بالخاص على موضوع المازر اللي بتكون يعني up after 9 months of waiting, and it's a stressful situation. طيب, a researcher at the University of Chicago, they use the pre-med or one of the application to keep the parents in constant contact with their baby and their care team. فإذا شو بصير؟ The mother or the parents, while they are at home, they could track their baby progress in real time and know what their baby is doing at every moment. فإذا عملوا مثل application أو مثل app, it's connected between the mother and the newborn. هي وقالي بالبيت, وهذا الشيء يخليها تعمل تراك 24 hours seconds per seconds للبيبي, مثل كأنه المذر جالسي مع النيوبورن بالنيرسري أو بالنيونيتل. فأذن هايدي it's creating a kind of comfort for parents who can't be, لأنه نظرا للسيتويشن ما في بالنيونيتل مش مسموح يكون في حدا من مش مثل زي أقسام الأدلت at some point, بس هذا خلق كتير نوع من الكومفورت والريلاكسيشن وباتر فيلينج عند المادر من وراء هيدي الانوفيشن او هودي الكرياتيفيتي او هيدي نيو ايدياز. فاذا this is one of the new ideas that it make the يعني it was very helpful to the mother, and it was done in the Chicago hospital. Another hospital, هي البوستن Children Hospital, used 3D model to shorten surgery. كمان ببوستن هوسبيتال they used a detailed operation, بالأخص وقت بيكون في العمليات مثل ما تكلمنا عنها بالسيشن الأولى, عمليات مرض الكبج أو our open heart. It's a very complicated surgery and it's taking a long, long time, and most of the time the surgeon will be exhausted كتير. متعب نفسيا وجسديا للدكتور. البوستن Children Hospital اخترعوا 3D operating model that allowed the surgeon to practice a complex operation before they walk into the operating room. فإذا اخترعوا مثل a operating model خلت
البراكتس السيرجن يعملوا مور براكتس مشان هيك they will gain more confident, time consuming, they will be less exhausted, less stressful, and you know it will help, it will allow the surgeon to test innovative practice to be more you know confident of their success. لمشان يكون عنده هيدي هالابتكار الجديد خلى السيرجن يكون في عنده more confidence, ثقة أكتر و practice أكتر و more confidence و less stress إنه نتيجة العملية تكون أحسن يعني أحسن. فإذا نفس الدكتور بفوت على عملية مثل كأنه it's a real patient but it's a, like a robot and he will perform the OR many times before going to the main OR. هذا it will يعني بنفس المستشفى في عندهم a simulation with OR. This is the same things, but here it's a fake patient. Here it's a real patient. This is another. فإذا عملتكم كثير من الابتكارات التي أجريت بالسيستم. كمان معظم المستشفيات now they are using the robot that helps with the heart treatment. يعني advanced robot in the open door for surgery and treatment, especially for the OR who are dangerous and invasive. يعني بالخاصة العمليات اللي بيكونوا كتير complicated وكتير dangerous وكتير invading. تخيل انت عم تعمل open heart, you are opening the chest of the person. It's not easy. يعني it will take بتطلب كثير من الجهد الجسدي مش بس النفسي وال to open the chest of the patient. كثير بتتطلب جسد او يعني جهد او مجهود جسدي هائل من قبل الطبيب الجراح عشان to open the chest of the patient. كمان معظم المستشفيات صاروا بيستعملون الروبوت. الروبوت هي the one to open the chest. And some of the يعني and he will be operating at some and he will be navigating inside the heart and he will do some of the يعني بيساهم ببعض الأشياء بالعملية which is but بدل الامباكت الكبير والعمل الكبير هو العمل اللي بيقوم فيه الأطباء أو طبيب السيرجن. فإذا مثل ما حكينا الروبوت بهالموضوع في two kind of robot. Robot who is performing the OR. The robot who is he is helping the surgeon. بالأخص وقت بيكون بالchallenging part هي open the chest which is very invasive, very dangerous and it will take a مشهود كتير 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 كبير من قبل الطبيب إنه يقدر يسوي. فإذا هذه كلياتها أفكار that we are using now in our day. كمان رح نحكي على نوع من الانوفيشن او نوع من الابتكار اللي صار بالسنوات الاخيره او خلال فتره الكوفيد ونشوف كم ساعد كم ساعدت الداتا وكم ساعدت هيدي الانوفيشن اللي صارت صدًا لي ما كان حدا يجهز ولا حد كان محضر للموضوع. فجاه صرنا قدام واقع انه كل البلدان اصيبت بالكورونا وبطلنا صار الاي سي يو فول اصابات هائله وفيات هائله مرض على الفنتيليتر وكان في مفروض يتاخذ لايك اكشن بلان على هذا الموضوع. يعني كان لازم نعمل ابتكارات جديده سواء بالسيستم او هيك. وكان اكثر الابتكارات اللي صارت هي لموضوع الداتا ولا موضوع الفولو اب ولا موضوع الابلكيشن اللي صرنا نحن جالسين for example in a place. ممكن تعرف أنت عدد الحالات الثانية الواحدة اللي سجلت ببعض البلدان. طيب فإذا in responding to the COVID-19 required many data source to reveal the true picture and what happened and to drive it to the public health action. إذا أكثر مهمة وأكثر شغلة كانت مطلوبة وفعلا
it was managed very well وساهمت إلى حد كبير وساعدت بكثير من الجوانب بالقضاء يعني إلى to fight the COVID. والحمد لله رجعنا إلى حد جدا كبير بحياة طبيعية. هي قصة الداتا المانجمنت، يعني داتا بقى معنا، يعني صرنا صار في عنا up to date data. وين نحن؟ Where we are now compare، يعني نحن هل يا ترى تخيلوا معنا داتا ولا في awareness؟ يعني أنا كيف بدي أعرف إنه عدد الحالات كان عم يتطور، مفروض نشد أكثر؟ كيف بدي أعرف إنه الأشياء كانت عم تتحسن؟ فإذا شفتوا الداتا كثير ساعدت، وكثير ساعدت بالawareness. رح ناخذ كثير مثلا داتا اللي عليها ابلاي باي ذا سي دي سي، العلاقه بالكيسز عدد الحالات، العلاقه بالوفيات، العلاقه باللاب تيست والامرجنسي. يعني نحن on a daily basis، فاذا on a daily basis we were receiving a report regarding the case، عدد الحالات اللي سجلت. فور اكزامبل خلنا ناخذ، بما انه it will be very hard to take it as word one، رح ناخذ for example on a kingdom of Saudi Arabia. Let's take example of Saudi Arabia. طيب نحن كل يوم كنتوا نعرف انه وزارة الصحة او وكيل وزارة الصحة ينشر معلومات الداتا العلاقة، طبعا هايدي بواسطة الداتا اللي العلاقة بالمملكة related، كم عدد الحالات التي سجلت، كم عدد حالات الوفيات، كم عدد الفحوصات المخبرية laboratory test، وكم عدد الحالات الحرجة. Why this one it was done on a daily basis؟ ليش كنا ما نعملها مرة بالأسبوع وليش الحين بطلنا نعملها؟ إني ليش الحين بطل الموضوع تقريبا إلى حد ما بطل ينحكى فيه، بس ليش كنا عم نعملها؟ ليش كنا عم نستعمل الداتا؟ How much is this data it was helpful, it was helping, why؟ يعني وقتها نبقى نقول انه مثلا عدد الحالات بالرياض for example 500، طيب يعني مفروض we need to ناخد action اكتر واكتر، وتكلنا بلشت العلاقة وسط العشرين، فاذا we are on the right track. هذا كله كيف كنا نعرف احنا من وراء الداتا واللي كانت عم تنعمل بنفس بهيك الوقت. بس كثير مهم هيدي الداتا that it was done during this time. طيب بس في شغلة شو اوكي طيب خليني اعطيكم example نحن كيف هالداتا it was used. طيب and كيف التكنولوجي والانوفيشن والانوفيتيف ايديا it was helping the people. طيب اول شغله انتم بتعرفوا مثلا قصه مثلا الابلكيشن، كنا نعرف اذا انت طلع برات المكان التي يجب لا يجب عليه، يعني كان يعطوك مثلا مسافه 1 كيلومتر away from your home، اذا كانت انت تطلع اكثر من هذه المسافه يعني انت خرقت قوانين السلامه. يبقى اعرف انا من خلال الداتا رح اربط لكم اياها بالمحاضره اللي قبلها. واذا كنا عم نحكي اهم عناصر الانوفيشن هي الجاب والنيدز، نحن ليش ابتكرنا هيك ابلكيشن يا اخوان؟ نحن ليش ابتكرنا الابلكيشن صحتي وتوكلنا؟ ما كانت موجوده من سنين، ولا كان في شيء اسمه tracking you on the mall، ولا كان في شيء اسمه اعرف عدد تراكينج عدد الوفيات وتراكينج عدد الفاكسينيشن. ليه؟ اذا بنرجع للمحاضره الاولى الصباح، لانه it was based on the needs. وشو needs اللي كان خلال هالفتره؟ just to fight the covid pandemic. مثلا وهيدا it's a great example about يعني قديش أهمية الانوفيشن بحياتنا اليومية، إنه مضطرين نفكر أشياء جديدة ونخترع و to be creative، لأنه وقتها بنكون in a gap أو ب emergency situation we need to interfere، بدنا ناخد أكشن. ما في قدر أنا
يتفرج على الموضوع. فإذا هيدي it's a example data. فإذا ساعدت كتير إنه monitor the trend تبع SARS outbreak, providing data, understand the disease severity قديش كانت severe وقديش من خلال عدد الوفيات والحالات, monitor and track vaccination distribution. شفتوا نحن كمان كتير هيدي من الأفكار الجديدة إنه نصلنا نعمل, نحن حطينا كمان شفتوا اليوم الشغلة جدا مهمة المحاضرة. نحن شو تكلمنا بالمحاضرة الأولى عن البنشماركينج, عن شو بنشماركينج يعني وين في الحد المعين خلال فترة الكوفيد شو كان تقول شو كان قرار وزارة الصحة إنه نحن أو الكرايسيس مانجمنت أو whatever إنه نحن ما بنقدر نرجع الحياة إلى طبيعتها ونفتح كل شيء إلا ما يصير في عنا نسبة تطعيم 70%. برجع بقلكم إياها, تذكروا كيف أنا كنت بدي أعرف أنا إنه نسبة التطعيم 70% وعلى أي أساس نحن we back to normal الحمد لله, based على شو؟ على المونيتورينج وتراكينج للفاكسينيشن ديستريبيوشن والأبديت تبعه. وكل يوم يقولوا لكم في صرنا وصلنا إلى نسبة 40%, وصلنا إلى نسبة 50% في منطقة الرياض, اليوم في 1000 حالة طعامنا 1000, في جدة 500, بأبها 200 وإلى آخره. هذا لأنه كنا بدنا نوصل على البنش ماركينج, أو كنا بدنا نوصل على الحد الأدنى اللي نحن نبغيه عشان نقول إنه back to normal ورجعنا لسلامة المجتمع. صار فينا إنه نحن we are safe. فإذا شفنا قديش الـ innovation لعبت دور أساسي بسلامة المجتمع, لأنه إذا لو ما كان عنا هالابتكارات توكلنا وصحتي وكل يوم الديلي ريبورت والتطبيقات عشان تاخد الإذن مشان التجول وكل هيدي هالإشياء, كل هيدي الانوفيشن ايدياز عطيت great outcome. إنه for example Kingdom of Saudi Arabia it was classified as one of the best country on fighting the COVID-19. ليه؟ لأنه كان في خطة وكان في ابتكار وكان في creativity وكان في innovation وكان في كثير من الأشياء اللي انعملت بشكل سريع ومفاجئ ولكن أعطت النتيجة المطلوبة. هيدي كلها إجت نتيجة شو؟ نتيجة الجاب. كمان ساعدتنا الانوفيشن أو بي monitoring of the variant. شو يعني؟ What do you mean by a monitor of variants؟ What do you mean by monitoring of variant؟ تتبع الحالات. Excellent. يعني وقت كنا نقول نحن انه مجرد ما يصير عدد الحالات كذا كذا رح نعمل اغلاق تام فور اكزامبل. هيدي الفاريانت نحن بنصير تتبع الترند او بنشوف هالاشياء, هل يا ترى واقفه, هل يا ترى عم تتحسن, او هل يا ترى اتس اوكي. اذا كانت عم اذا واقفه مثل ما هي وي نيد تو امبروف ات, اذا تحسنت وي نيد تو سستين ات, اند اذا كانت عم يعني عم بتزيد we need to take action. فإذا sustain it, improve it, and take or change أو تغيير الخطة مثل ما كنا عم نحكي, مثل ما حكينا بالسيشن الأولى عن البيز تبع الانوفيشن إنه sometimes أنا بضطر غير الخطة. نحن وقتها بلشنا مش دغري قلنا تسكير وقت أول يوم يعني وقت سجلت أول حالة بالمملكة, مش دغري قلنا خلاص تسكير المؤسسة يعني إقفال المطار وإقفال المطاعم. لا, صرنا إيه صرنا نسوي؟ صرنا نتتبع الحالات
الفاريانت ونشوف. لما وصلنا أنه العدد الحالات زاد بشكل كتير كبير وبطل it's out of control ولازم ناخد أكشن، ساعتها اتخذ القرار أنه خلاص أنه for closing everything. فإذا الفاريانت هي بتساعدنا كتير في تغيير الخطة وفي تغيير ظروف الخطة. الأساس the impact on healthcare system، شفنا يعني إداش كانت الإمباكت كتير على سايد المرضى وعلى سايد في كتير من المرضى، يعني وقتها الإمباكت شفنا مثلا وقت المرضى إداش المرضى الحمد لله فاتوا كانوا بحالات حرجة مشت أمورهم والحمد لله، وكثير مرضى كمان ربنا يرحمهم كمان يعني توف. فإذا كله كمان بدنا نشوف الإمباكت دائما مثل ما تكون تذكروا الإمباكت مش باليد، يعني أنا وقت عندي مريض فات على الـ ICU أنا إيش هو بيدي خلال هيك الفترة؟ أنه أنا كنت جهز الـ ICU ويكون عندي الفنتيليتر ويكون عندي ستاف ويكون عندي الإكمو ماشين ويكون عندي كل شيء، بس أنا ما بقدر أتحكم بالكيس المريض بحيث المريض. أنا جهزت له كل شيء بس أنا أنه أقدر أتحكم بكيس المريض وبحالة المريض هذا شيء يعني ما مش بيدي. طيب فإذا نحن في عنا أربع عوامل هي تتحكم بال أو stakeholders بهذا الموضوع innovation. في عنا الphysician اللي دائما هو بيطلع على الoutcome، في عنا الpatient، وفي عنا الorganization، وفي عنا الcompany، وفي عنا الagency. وتم نحكي الphysician and others caregiving. كيف الphysician من خلال الكلينيكال اوتكم هي كود امبروف دايجنوستيك اند تريتمنت. فاذا نحن نعمل ترايل بنقول انا اي ويل تراي ذس واي اوف اوبريشن او اي ويل تراي ذس واي اون ذا سيرجري او اي ويل تراي ذس ميديكيشن، واذا عطى اوتكم يعني. فاذا خلينا ناخذ مثلا الاوتكم اللي صار خلال فتره الكوفيد، كيف ات واز تشينجينج ذا براكتس. جيف مي اكزامبل يعني على العلاج ونوعية العلاج، كيف تطور العلاج من وراء خلال فترة الكوفيد. Give me example. تعرف نحن دائما it will be based on the outcome. Innovation based on the outcome. إذا بناخذ خلال فترة الكوفيد كيف الانوفيشن اللي صارت in relation to the diagnostic and treatment of the COVID. نحن أول فترة وقت كان المريض يعني يجي كيف كانت التريتمنت تبع الكوفيد؟ How we were treating the patient؟ كيف طورت هالحالات؟ كان المريض إذا يجيك أي مريض how he was treated؟ Excellent. As in virtual care. بطل المريض يقول لك طبيب. Excellent. أخذ نور. As in المريض يقول لك أنا بدل ما أجي عرض المريض وعرض حالي وعرض المرضى وعرض المستشفى فبعمل مني خلال الفيرتشوال. Excellent. ممتازة. إيش غير؟ على على سعيد الحالات المرضى. طيب إذا على صعيد المرض نحن أول شيء وقت كانت وقت تبقى تسجل حالات بالمراحل الأولى الكوفيد كيف كانت؟ كان دايركتلي يجيك مريض exposed أو عنده mild symptoms ياخذ الكوفيد تيست يطلع بوزيتيف، يكون المريض ولا عنده أي دراية بالموضوع ولا حاس بس طلع بوزيتيف، شو نضطر؟ نضطر نحطه بأيزوليشن روم بالمستشفى وتجتمع لجنة المستشفى ولجنة مكافحة العدوى ومدير المستشفى لأنه في عنا تسجيل حالة. كيف تطور هذا الموضوع؟ كيف طورنا حالنا بهذا الموضوع؟ إنه صار المريض if he's
بوزيتيف اسيمتوماتيك هيروح البيت، ما ضروري يكون بالمستشفى. وكنا اي انسان يكون اكسبوز نقول له، حتى لو ما كان عنده نيجاتيف بس اكسبوز نقول له just stay home for 7 days. الحين حتى لو كان بوزيتيف نو ساينز اند سيمتومز نقول له على ترتاح يوم يومين وتيجي على البيت. فاذا دائما نحن الاشياء بتطور نفسها دائما based on the needs. بدي اشوف انا الاوتكم اللي عندي وعلى اساسه اتصرف. كيف الاكسبيرينس اوف بيشنت؟ فاذا حسن بموضوع الانوفيشن، كيف حتى المرضى هن بحد ذاتهم هن حسنوا او ساعدوا بتحسين موضوع الانوفيشن والافكار الجديده بالمستشفى من خلال ايش؟ Based on what? Based on the patient experience, تجربة المريض. بيجي المريض بيقول لك أنه أنا based on the bench or patient experience اللي بيقول لك والله أنا في عندنا مشكلة نحن بالديسشارج. كل المرضى عم تشتكي انه الديسشارج بروسس there is a long waiting time على موضوع الفارماسي عشان انا بالديسشارج عشان اخذ الميديكيشن كيف ابتكرنا بهذا الموضوع؟ كيف عملنا innovation بهذا الموضوع؟ صارت معظم المستشفيات بتقول له للمريض maximum waiting time 10 minutes او ناخذ لك في عندنا إمكانية إنه just to send the medication at home. أنا بأخذك الأدوية على البيت. في كثير من المستشفيات بلش تطبق هذا الموضوع. فإذا أنا كان عندي gap وكيف المريض، شفنا كيف الطبيب ساعد بالإنوفيشن، بدي أشوف الحين المريض كيف ساعد بالإنوفيشن من خلال الـ patient experience. فإذا ضروري كل مؤسسة إنه يكون في الـ patient experience department، لأنه الفيدباك من المريض بعرف أن في عندي gap وأنا بقدر ابتكر حلول جديدة عشان حل المشكلة. بقدر أنا ابتكر حلول جديدة عشان حل المشكلة. وأهم شيء هي إنه استمع للمريض واستمع لتجربة المريض. مثل ما حكينا example، المرضى بيقول لك أنا عندي I have a very good hospital، الغرف آخر طراز زي ما بنقوله مجهزة والأطباء ممتازين والطمري ممتاز، بس والله أنا جلست بالفارماسي 3 ساعات عشان يعطوني الميديكيشن، بيعطي a very poor experience. أنا وقت بيجيني كذا مرضى أنا أو كذا شك من هالموضوع، فإذن I need to take action. الأكشن من خلال الكرياتيفيتي، من الأشياء التي ابتكرت في وقتنا الحالي إنه صار معظم المرضى ما يحتاجون ينتظرون الميديكيشن، يا أما بيجيهم على الغرفة يا أما بيجيهم على البيت يستلموا الميديكيشن بالبيت بلا ما يقعدوا مشان توفير فترة الانتظار لساعات لساعات المرضى. فإذا الـ patient experience ساعدت بموضوع الـ innovation. طب الـ organization، كيف الـ organization اللي هي طبعا هي المعنى الأول وهي أكثر شخص، كيف الـ organization بحد ذاتها ساعدت بموضوع الـ innovation؟ كيف الorganization ساعدت بموضوع الانوفيشن؟ من خلال increase productivity and quality and outcome improvement. يعني الorganization أهم، يعني طبعا أهم شيء مثل ما حكينا برجع بقلكم عم كرر كتير بالسيشن الأولى إنه نحنا شو هي البيزك تبع الانوفيشن. بدي سبورت، سبورت مش بس بالكلام ومش من خلال بالتعبير، بدي شيء زي ما نقول على الأرض. يعني إذا أنت من خلال خلق ميزانية للانوفيشن
خلق ميزانية للإتيان بأحدث الابتكارات في المجال الصحي حول العالم. يعني امبارح بالمؤتمر اللي صار بالرياض من حوالي 3 أسابيع، هذا المؤتمر البيس تبعه كان في جميع الابتكارات حول العالم في عدة مجالات ومنها المجال الصحي. كل شيء فيه له علاقة، من ماشين، من روبوت، من سيستم، من تكنولوجي، whatever كان هونيك. فإذن هون شغلت هيك مؤتمرات الأورجانيزيشن وقتها تعطي سبورت، بيكون في منتدبين من إبلا، وبتشوف إيش هي آخر الابتكارات بهذا الموضوع، وممكن يعني تجيبها للمستشفى. وطبعا ضروري فإذا كل مؤسسة أو الكونجريشن تلحظ بالميزانية السنوية أنه الإتيان بأحدث الابتكارات من أجل تحسين صحة وسلامة والمؤسسة وإلى آخره. فإذا هون شغلتها، إذا ما كان في عندها هيدي الـ preparation أو ما هي الـ budgeting ما رح يمشي الحال. The companies كمان they have a big role in the innovation. تعرفوا إنه نحنا يعني companies لأنه هن أساس البرودكت، يعني كل شيء برودكت بيجي من companies. المستشفى يعني they will take the product from the company. والس catheter monitor whatever كله بيجي من الكومباني. طيب أنا كيف هذا هالموضوع؟ كمان كتير مهم إنه الكومبانيز هاي الشغلة جدا مهم، جدا مهم إنه وقت بيجيها فيدباك من مستشفى تاخد هذا الموضوع بعين الاعتبار وتطور. مش بقول أنا والله عندي هذا الفولس كاتيتر حطيته بمستشفى فلاني وأنا already عندي إياه بالستوك، I have a million items. عندي أكثر من مليون items عندي بستوك على هالموضوع. طيب وأخذتهم على مستشفى فلاني وإجاني فيدباك من هذا هالموضوع إنه والله في كتير بين حالات الانفكشن و it's useless صراحة. طيب بهالحالة الكومباني قدام خيار، يعني أما تقول أنا she will ignore it تروح تعطيني غير مستشفى أو تبلي غير مستشفى بالأشياء تبعها، يا أما بتقول لا أنا I will retain it from the hospital وأنا بشوف وين الجاب بشتغل عليه وبطور بشوف أنه شو المشكلة بهيدي هالكاتيتر and وبعمل كاتيتر تانية بطور بحسن المشكلة أو بمنع. فإذا شفتوا كيف أنه كتير مهم قصة الفيدباك بهذا الموضوع. الايجنسي، شو بنعني بالايجنسي هنا؟ very valid point this one. كيف الايجنسي is playing a very good role in the innovation. شو مناني بالإيجنسي هنا؟ What type of agency؟ منظمات زي إيش أخطر؟ شو بالمنظمات؟ Excellent. WHO for example كمان كتير يعني Example خلال فترة الكوفيد كتير من الابتكارات والأفكار الجديدة وصلنا لمرحلة التطعيم وصار في كذا نوع من التطعيم. يعني وتكين يجي الفيدباك أو بيجي فيدباك على أي نوع من البرودكت كان WHO إلى الحق تقول إنه you cannot use it. وافقت ما وافقت، يعني كان في أكثر من 7 تطعيمات اللي اعتمدوا هن 2 3. ليش هوديك ما اعتمدوا؟ لأنه بالنسبة لألام ما في
معايير محددة. فإذا هون in relation with the patient safety, in relation with the innovation, بدي أشوف أنا إنه هالموضوع هل يا ترى له ضرر على المريض yes or no. إذا له ضرر أنا بوقفه, إذا ما له ضرر I will go for it. فإذا الأجنسي بتلعب دور كتير مهم بالأخص البيك أجنسي من الـ WHO إنه to make sure إنه الأشياء المطروحة بالسوق لإلها علاقة بالمريض it's safe. Otherwise, you're not accepted at all. تشو إذا بعد في نقطة لأنه مضطر بشكل أسرع مشان نخلص المحاضرة الأخيرة اللي هي length of stay. يعني قبل ما خلص الوقت. طيب هيك بنكون غطينا كل النقاط اللي علاقة بالإنوفيشن اللي وعطينا different example about. Do you have any question قبل ما نروح على السيشن الأخيرة within 5 minutes from now? Do you have any question? إذا في أي سؤال عن هاي السيشن please let me know before moving to the last session. ما بقى في وسع فيها أكثر لأنه I need to finalize the program. فإذا إن شاء الله تكون المعلومة وصلتكم بشكل كويس. Give me just a few minutes just تمشي نغير slide and I will see you after 5 minutes. If there is any specific course for this, what do you mean, Azizi Nadeem, by specific course? Like what? شو بتاني by specific course? لا صراحة ما لا there is no special course for this. يعني ما في شيء based on my knowledge there is nothing called no related to this course. No. Few minutes إن شاء الله تغير slide and we will be with you.
اوكي السلام عليكم. قوم بعد المحاضرة الأخيرة. الصوت واضح. Excellent. طيب رح نكون مع المحاضرة الأخيرة. رح نعطي example of a project. فإذا مثل ما وعدتكم اليوم الأول ونحن باليوم الأخير I'm going to give you example about an innovative project. In project in عمل عشان جت فإذا we could share many projects اللي هو بناء على gap معين على شيء معين عمل وصار في أفكار جديدة and it was implemented in the system and it proved a great outcome. واحدة من البروجكت رح نتكلم عنها اللي هي decrease the length of stay in ICU أو كيف ممكن تخفيف انتظار المريض بقسم من الأقسام اللي هو for example ICU يعني كيف أنه قد ما فيك خفف تواجد المريض في أقسام العناية الحرجة يعني طبعا إذا يعني مش أنه طلعوا من مش خفف الانتظار طلعوا برات ICU وبلا ما يكون جاهز لا فإذا نحن إيش هي الوسائل اللي ممكن خلي المريض ينتظر وقت طويل بالمستشفى وإيش هي الوسائل والأفكار والبروجكت اللي ممكن تساعد أنه قلل نسبة تواجد المريض بالآي سي وكلها رح نشوفها بزن خلال هيدي السيشن. حدا عم يقول لي نو فويس أنا بالنسبة لي عم أخ مصطفى ممكن تشيك الكونكشن عندك لأن أنا بالنسبة لي الكل عم يسمعني بشكل ممتاز. فإذن to defend lines of stay what are the purpose and impact شو هو الامباكت على organization وعلى المريض شو هني الفاكتور اللي بيخلوا length of stay what are the bundles of time فإذن length of stay هو by definition it's the accumulated number of inpatient days from admission to discharge يعني بيجي المريض أول يوم على المستشفى بيقول الطبيب أنت اليوم بتدخل اليوم فلاني وإن شاء الله خلال يوم يومين you should be discharged بيجي هالمريض وبدل يومين بيصيروا أربعة أيام وخمسة أيام بيصير في accumulation of the number of hospitalization مثلا بيصير في عندي يعني ازدياد ب عدد ال الادميشن بالمريض او عدد اذا what are the impact of the increased length اذا المريض خلينا يجلس وقت أكثر من الوقت المتوقع في المستشفى. شو هي الإمباكت؟ الإمباكت الأولي ألا وهي increase hospital cost. يعني بده يصير في الكوست. هلا بتقولي أوكي المرضى معظم المرضى مؤمنين عندهم جهة ضامنة ما في بس أوكي ما جهة ضامنة كمان هي حتدفع. يعني بالنهاية مش الهدف إنه مين حيدفع بالنهاية there is cost there is extra cost. فإذا كل ما المريض زاد وقت تواجده بالمستشفى كل ما زادت فاتورة المستشفى بغض النظر مين هي الجهة الضامنة زي ما بيقولوا أو عم بتروا. طيب إذا المريض for example كان منوم بالآي سي يو أنتوا بتعرفوا كم ليلة بالآي سي يو it will cost do you have any idea؟ Some of the ICU it might cost up to 5,000 per night. يعني بعض ال ICUs المريض يكون منوم فيها لا يقل excellent يعني لا يقل عن 2000 ريال وتطلعي أكثر. يعني تطلعي أكثر. عشان كده يعني خير المريض كل يوم. Some of them 20. طبعا أخ أحمد اللي هن المرضى اللي بيحتاجون على الفنتيليتر وعلى سام بروسيجر والإكمو ماشين وإلى آخره بقى هودي مرضى كل ما هي كل ما زادت نسبة الاستشفاء أكثر وأكثر
over utilization of ICU resource. يعني شو هي ICU resource عم بحكي عنه؟ زي إيش يعني؟ over utilization. Give me example. شو هن the resource اللي بصير بستعمله أكثر؟ The over utilization. Like what? زي ايش؟ unnecessary يعني اعتبره مريض extra occupation of bed. يعني المريض كان مفروض يستعمل المريض 3 ايام يستعمله 5. طيب انا الستاف رح يصير يعتني بهالمريض اكثر اكثر، بدل ما الستاف يعتني بمرضى بحاجه اكثر او مريض بحاجه يكون لغير مرضى، they will be occupying. كمان الشغلة جدا جدا مهمة وجدا خطرة بتصادف المرضى اللي بيكونوا extra they are spending extra days، إنه نسبة الإكسبوجر للإنفكشن بتزيد أكتر وأكتر وأكتر. يعني كل ما المريض تذكروا إنه المستشفى هي مش مكان معق، يعني مش مكان just to stay، هي مرضى مكان full of بكتيريا وفول اوف فيروس فول اوف ديزيزز والى اخره. طيب كل ما هالشخص او يكون او المريض يجلس وقت اطول بالمستشفى، كل ما احتماليه اصابته بالعدوى بتصير اكثر واكثر اكثر. فور اكزامبل راح اعطيكم ثلاث اكزامبلات اللي هي بتشوف. مثلا عندي الكاوتي والفاب والكابس. كاوتي هي يا اخوان هي الالتهابات او الانفكشن اللي بتصير على الفوليس كاتيتر، على القطرة الفوليس كاتيتر، وهيدي أكثر نوزوكوميال انفكشن بتصير عند المرضى، لأنه 80% من العدوى داخل المستشفى هي من الكاوتي أو من على الفوليس كاتيتر انفكشن. طيب كل ما المريض جلس بالآي سي يو أكثر وعنده فوليس كاتيتر، كل ما يصير في عنده إمكانية إنه يصير في عنده الكاوتي أو التهابات على الفوليس كاتيتر أكثر وأكثر. يعني أنا معرض المريض للإنفكشن. الفاب أو ventilated associated pneumonia، الالتهابات على جهاز التنفس أو مكنة التنفس الاصطناعي. هيدي الالتهابات بتصير عند المرضى بس اللي بهني تحت منومين under mechanical ventilator، لأنه تعرفوا الventilator it's an invasive procedure، يعني بيكون في كاتيتر فيت على التراكيا تبع المريض او على اللانجز، والاكسجين بيوصل للمريض من ماشين برا. كمان هذا المريض كل ما كان وقت اطول على الفنتيليشن، كل ما ايش، كل ما ممكن يكون في بكتيريا او فيروس على الكاتيتر او على الماشين او على التيوب او whatever، وهذا هالشيء بيعمل له التهابات، وكل ما بيصير المريض أكثر وأكثر. نسبة الكلابسي أو central line associated bloodstream infection كمان نوع من الانفكشن على القسطرة الوريدية. فإذا كل ما يكون المريض منوم أكثر، كل ما يصير معرض للالتهابات والانفكشن أكثر. طيب increase mortality، شو بنعني بالincrease mortality؟ ليش كل ما المريض يصير يعني منوم أكثر كل ما انكريد؟ لأنه طبعا المريض he is exposed، بالأخص المرضى اللي بيكون عنده immunodeficiency، المرضى اللي عندهم أمراض جهاز المناعة، هن المرضى بحد ذاتهم عندهم يعني المناعة عندهم جدا ضعيفة، عشان كده هن معرضين ياخدوا الانفكشن أو أي شيء بأي وقت، وتسبب بعضها حالة تسبب للوفاة. cancellation of elective surgery، في كثير من العمليات يعني مثل ما قلنا بيجي مريض منوم he supposed to go for discharge tomorrow at 2 PM و at 4 PM في عندي مريض بده يجيني من العمليات. طيب فجأة المريض بيضطر يجلس بالICU
ما في دخل انه خرجوا بالوقت المتفق عليه، بقول انا حخليه يومين بالاي سي يو. طب انا بس انا ما عندي اكسترا بات، ما في شيله من الاي سي يو كده، فاذا بدي اضطر انا كانسل ذس سيرجري او اجلها يومين ثلاثة أربعة بانتظار يفضى السرير. وهيدي كتير يعني ممكن ما تصير هنا بالسعودية، بس بكتير من البلدان بتصير. يعني نحن بعرف أنا هالموضوع كتير في العمليات، لأنه ما في سعة معينة بالأسر extending waiting list. وكمان ما ننسى الفاميلي اللي هني كتير they will be burdened, they will be under stress، بيصير في عندهم depression anxiety، لأنه كمان الضرر ما بيكون على المريض بس، بيكون على الفاميلي، على عائلة المريض اللي هني طبعا جالسين مع المريض، وبيكون في عندهم كثير من التكاليف المادية والمعنوية، و they will be under depression and anxiety وإلى آخره. فزان هون مثل ما شفنا، يعني إذا المريض كل ما زاد أيام تواجده، كل ما هاي اللي تكلمنا عنه بس just a very valid point, just talk about it 1 second. كمان من ال sorry I missed one point that I need to go back. How I could help and support إنه to decrease the length of stay. نحنا كطاقم طبي، نحنا كيف ممكن أنا ساهم أو امنع تواجد المريض فترة أكثر من الفترة التي محددة له، أو أكثر من الفترة اللي لازم يكون متواجد. أول شغلة بدي يكون في عندي I need to revise my discharge process. يعني أنا بدي أشوف هل يا ترى سياسة الديشارج عندي بالمستشفى كيف هي. And بدي يكون في عندي discharge program. شو يعني this? What I mean by discharge program؟ هون عم نحكي عنا if you don't have, you need to have a supported discharge project. فزين هذي كمان this is a new innovative idea to have a supportive discharge project. Like what? شو هو البيز تبع الديشارج process؟ What are the base of the discharge process? Then what are the base of the discharge process? First of all, to have a clear expectation. شو نحكي يعني؟ أنا ما في مريض بعرف إنه he is going to stay at least 10 days. إلا within 2 days, you will be discharged. But then I need to have a clear expectation and to be shared with the patient. And what else? To take all the measures to safety measures and to infection measures. يعني إذا بناخذ safety measures، شو هي safety measures المفروض اخذها عند المريض منشان ما يصير في عنده أي safety measures؟ مثلا example، عندي مريض he is at risk of falls. أنا بدي أعمل له falls assessment وبعمل لكل المرضى الموجودين عندي، والمريض اللي بيكونوا at risk of falls
I need to be careful about this patient. وبدي أعمل له one to one وبعمل له no pass zone وبعمل له بنتبه على قصة المريض and do not fall down وside rails وإلى آخره, إنه عشان المريض this is very important. نكون عندي هي هذه part of the discharge, لأنه أي shortcut على هذا الموضوع, يعني أنا مريض he's going after out of ICU but suddenly he fell down or if you had a fracture. ليه؟ And how I could avoid this من خلال ال safety, apply the safety measure, apply the infection measure. بعرف المريض منوم وعنده immunodeficiency وعنده problem, أنا I need to respect to wear the PPE, the hand washing, cleaning the patient very well وإلى آخره. هذه كلها it's a process and it's a process of the discharge process, أنه أي shortcut عليها it might كمان بده يكون في دي alternatives of care. يعني نحن في بعض الأوقات أنه المريض وتكلمنا عنه مبارح أنه بعد الانترفنشن أو مش intervention بعد الكير it could be done at home. ما يحتاج أنه المريض أنا يعني يجلس بالمستشفى just to be sitting. No, ممكن أنا وفر عليه والأشياء تنعمل بالبيت. In this way he will be feeling more comfortable. المريض بيكون more comfortable على هذا الموضوع, وحتى الفاميلي they will be more comfortable. كمان لح ناخد على discharge تاني موضوع من الemergency department for example. نحن كيف ممكن how we could have a good discharge system بالemergency. أعطينا example critical care أو the ICU. طب الemergency how we could have a good or a better discharge process. بالإمرجنسي ديبارتمنت by having a what safety during discharge تفعيل يعني مثل مثلا الأخت نور تفعيل سياسة أو good triage system يعني مريض أنا بالtriage system أنا عندي 5 level level 1 level 2 level 3 level 4 و level 5 level 1 waiting time it's no waiting time level 2 15 minutes level 3 half an hour whatever مش يعني طيب انا I need to have a good triage system فرز الحالات otherwise it will be a mess اذا بدي حط كل الحالات مع بعضها يعني المريض بيكون مريض لازم اعمله immediate action نطره ساعه بيتوفى for example مريض there is no need to be seen in the emergency بخليه بالطوارئ عندي يعني بخلي بالطوارئ جالس عندي لفترة طويلة أو بخلي جالس عندي بحطه as level 1 والمريض اللي لازم يشاف الأول he will be waiting والمريض اللي ما لازم يكون بالإمرجنسي he's occupying a bed. So then this is كثير مهمة قصة الترياج system and to apply a good triage system it's mandatory. We cannot manage unless you have a good triage system otherwise it's a problem. هيدا كله. فإذا من الأشياء اللي أنا في عنا جاب قلت لكم عنه هو length of stay. Length of stay في عندي action اللي هي discharge process. فإذا innovation تيجي بناء على gap. وفي عندي the process what shall I do? What can I do? أول فكرة هي ال discharge planning إنه just to plan the discharge of the patient. Just to plan the discharge of the patient, how he is going to be discharged, or
after how long period of how long time he's going to be discharged. كمان واحدة من يعني الأشياء اللي ممكن كتير تأثر على length of stay للمريض إنه this is the pain. يعني ممكن المريض هي قصة ال pain, we need to have a proper assessment of pain وإلى آخره. But then the pain assessment is very important. كمان شغلة جدا مهمة ممكن, and this is the last point that I'll talk about it, إنه المرضى وقتها بيكونوا على الفنتيليتر أو على التنفس الاصطناعي, أنتوا بتعرفوا عشان يكون منوم المريض على الفنتيليتر he needs to be sedated. شو يعني sedated؟ منوم. طيب كيف بنوم المريض من خلال ال كيف بنوم المريض من خلال الميديكيشن؟ يعني ما بيسوى أو it's not good or it's not practical and it will create two problems to the patient إذا أعطيت extra sedation. أول problem إنه المريض he will spend more time in ICU, يعني بصير خفف ال كل ما أعطيته sedation كل ما يكون منوم أكثر, كل ما يكون هذا يعني بده يكون على مكنة التنفس الاصطناعي وقت أطول, كل ما كان هيك كل ما يكون more time بالICU ومور تايم بتأخر الوينينج بروسس أو بتأخر إفاقة المريض من الفنتيليتر. عشان كده بدي انتبه كتير منيح أنه أنا ما نعطي كتير السيديشن المريض, لأنه كل ما المريض يكون سيديتد كل ما يكون he is spending more and more time بالICU and it will يعني it will create a problem وبيكون more increase length of stay and more exposure to ICU. شغلة تانية واحدة من الكومبليكيشن اللي بتصير كان عند المريض انه المريض هي الديليريوم. شو يعني الديليريوم عند المريض؟ وهذا كتير إلى امباكت على ICU بسميه الديليريوم. شو يعني الديليريوم؟ نتيجة السيديشن. ديليريوم شو معناه؟ هي الهلوسة. كيف بتصير عند المريض؟ كيف بتصير الديليريوم عند المريض؟ يعني المريض بيكون اكسترا سيديتد محطوط على يعني على سيديشن وعلى الفنتيليتر, بعدين بس يعملوا ويننج بروسس نتيجة السيديشن بتحسوا انه بيصير يضيع ضايع, يعني he will be out of the time and out of the place. يعني مثلا he will not recognize you. وقت عم تسأله أسئلة what is the time now, he will not know. بيصير يسألك اليوم مثلا نحن بأي سنة, نحن بأي شهر, بتحسه في نوع من الهلوسة أو الديليريوم. وهذا نتيجة شو؟ كله نتيجة الوقت الطويل أكثر وأكثر في المستشفى. كل ما المريض كان وقت أطول كل ما يكون في يعني exposure أكثر وأكثر على الكومبليكيشن وإلى آخره. فإذن just to resume it, في عنا كثير من الأفكار والطروحات ممكن أو كثير من البروجيكت ممكن نشتغل عليها بموضوع الانوفيشن, لأنه أي شيء جاب عندكم بالمستشفى بأي مجال, يعني إحنا ما بنحكي بس بالميديكال, يعني إذا أنت بتشتغل كالصيدلية وعندك جاب it's a great opportunity to have a solution through innovation. But the innovation is a solution for everything or problem. أهم شيء إنه I need to know how to run a project, how to follow up, how to the result. أنا أعطيتكم example
ألا وهو اللانس أوف ستي، اللي كثير من المرضى بمعظم المستشفيات بيشتكي فيها، أنه فترة التواجد بالمستشفى أكثر من المكان من الوقت المحدد. وهذا هالشيء it was a gap، فإذا أنا ما جبته من عندي it was a gap. كيف اشتغلنا على هذا الموضوع؟ كثير من الأشياء اشتغلت و يعني و project، واحدة من البروجكت that I shared with you أنه هي قصة improve discharge process بقسمين بالمستشفى، قسم العناية الفائقة، أوكي، قسم العناية الفائقة وقسم الطوارئ. وشفنا بالعناية الفائقة من خلال improving discharge process، ألا وهي من خلال أنه امنع الانفكشن عن المريض وانتبه على السيفتي، لأنه كثير المرضى بالآي سي يو at high risk أنه to fall down، وكثير مرضى يكون في عندهم كثير من العدوى النوزوكوميا الانفكشن مثل الفنتيليتد اسوشيتد نمونيا او سنترال لاين كاتيتر بلاد ستريم انفكشن او الفوليس كاتيتر انفكشن. بنفس الوقت اذا بالاي سي بالاي ار انا مفروض حسن اي نيد تو ابلاي اترياج سيستم تمشين كمان على موضوع السيفتي اوف بيشنت وعلى موضوع الديسشارج اوف بيشنت ات ذا سيم تايم. فاذا بكل الحالات أنا this is a great example، ممكن في كثير من الأفكار وفي كثير من الإكزامبل ممكن نحن ناخذها يعني من different places، أو ممكن تقولي نحن عنا project بال for example ambulatory care، في عندي project بالmedical surgical، بس نحن this is of the project that يعني أعطيتكم إياه له علاقة بال ICU وله علاقة بالemergency. Would you like to share any project with us before ending؟ في شيء يعني project تبغوا تقولون عنه إنه له علاقة بال كان في gap و through innovation you achieve your goal. طيب do you have any question about the session؟ طيب if there is no if there is no question, present, thank you for your attendance. This is the time for lunch break and we will see you at 1 o'clock. فأذن إذا ما في أي أسئلة عن المحاضرتين أو فترة الصباح، فأذن كل الشكر لكم على فترة الصباح وعلى حضوركم المؤتمر، وإن شاء الله بتكونوا بفترة الحين you will go for a break, you will go for lunch break وعلى الساعة واحدة بتكونوا مع فترة ما بعد الظهر مع الدكتورة أحلام. If there is no question, thank you for your attendance and we will see you at 1 o'clock إن شاء الله. الله مساءكم جميعا بالخير. الصوت والسكرين واضح أمامكم جميعا؟ طيب welcome back. إن شاء الله اليوم حكون معاكم بتو ليكتشر at the end of this webinar. I will talk about the family medicine and innovation اللي هو الابتكار في رعاية المرضى بطب الأسرة. And also talk about home care innovation بإذن الله تعالى. المحاضرتين جدا بسيطة، أغلب النقاط اتطرقنا لها في محاضرة New Transformation Program في المملكة العربية السعودية. كذلك اتطرقنا لبعض النقاط بشكل تفصيلي، لكن في هذا الجزئية حنركز فقط مثلا عن الفاميلي ميديسن وعن الهوم كير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي. لما إحنا بنقول family medicine نقصد به اللي هو تخصص طب الأسرة،
لكن لما نيجي نتكلم عن الابتكار والإبداع في رعاية المرضى، لابد أن نتطرق على الـ healthcare facility اللي موجود فيها المريض، اللي هو الـ primary healthcare. فحنقول إنه الـ primary healthcare center are considered the first line of the interaction between the patient and healthcare system. طبعا هو خط الدفاع الأول والمحطة الأولى اللي يمر فيها المريض بالـ healthcare system. In our kingdom, في الـ healthcare system, like any other country globally, exposed to a critical challenge. قلنا إحنا عالمياً وداخل المملكة العربية السعودية بنواجه بعض التحديات في القطاع الصحي. طيب، كان من أشهر أسبابها ومن most common reason لهذه التحديات، رقم واحد عندنا إنه increase the demand for health service given it's growing the population. نتيجة لازدياد عدد السكان حصل عندنا زيادة واحتياج للخدمات الصحية. بلس زي ما شفنا بالأمثلة السابقة كيف زاد عندنا الديماند والاحتياج في الامرجنسي ديبارتمنت، كيف كان عندنا الفولو اب للبيشنت، كيف كان عندنا النيد للهيلث كير فاسيليتي. التحدي الثاني انه الهاي كوست اوف هيلث كير سيرفيس، اللي هو التكلفة عالية بالنسبة للخدمات الصحية. كذلك التحدي سبب التحديات inequitable access والconcern regarding the quality and safety of care. دائما يكون عندنا مخاوف فيما يتعلق بجودة الخدمات وسلامة هذه الخدمات المقدمة للمريض. تكلمنا بشكل تفصيلي عن هذه التحديات بعضها، تكلمنا كيف في حلول جديدة الآن بتنفيذ نموذج الرعاية الصحية الجديد، كيف صار shifting from treating the patient only إلى prevention للdisease. الآن حنكون فوكس أكثر على مجال الرعاية الأولية، إيش اللي حاصل في مراكز الرعاية الأولية. طبعاً إحنا نقول زي ما ذكرنا إنه بدأ تطبيق برنامج الـ transformation program اللي هو عشان نحقق vision 2030، وهدفنا الأساسي إنه يكون عندنا facilitate access to healthcare services، إنه يكون عندنا أكثر facilitate للaccess, improve the quality and efficiency of health service and promote health risk prevention. طبعاً هذه من أهم الجول اللي إحنا نسعى لها في خلال هذه المشاريع، ومن خلال مشاريع مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة يتم وضع الاستراتيجيات الخاصة بجميع المشاريع. حنقول إننا إحنا we are already shifting من الفوكس and enfacement from secondary and tertiary healthcare facility إلى إنه نعمل الاستثمار بمجال الرعاية الأولية. يعني سابقاً كان التركيز أكثر على توفير الخدمات في secondary care. secondary care اللي هو الهوسبيتال، تطويرها، تحسينها، زيادة عددها. كذلك التيرشري سنتر اللي هو الهاي سنتر، الآن أصبح للرعاية الأولية نصيب يعني وتركيز أكبر، إنه نحاول إنها تكون متكاملة الخدمات، تكون فيها كافة الاحتياجات اللي يحتاجها المريض حتى نصل لتحقيق هذا الهدف المنشود في مشروع التحول الوطني. طيب، بالنسبة للـ National Statistic estimate that the common disease which leading to death in Kingdom of Saudi Arabia it is an uncommunicable disease. يعني إيش؟ يعني وجدوا أنه أكثر أسباب الوفيات في المملكة العربية السعودية كانت الـ non-communicable disease، يعني الأمراض الغير معدية. أشهرها أو أول واحد يجي في top of this causes اللي هو cardiovascular disease، بعد كده حيجينا diabetes mellitus، وبدوره أنه إحنا عندنا high risk و high statistic number للـ obesity، كذلك أنه عندنا traffic accident. فهذول الثلاثة أسباب الكومن للوفيات. طيب، regarding to this current situation، يعني إحنا الآن جبنا إحصائيات وشفنا هذه الأرقام،
كيف أنا أستفيد من هذه الأرقام مثلاً بالتحسين أو بخلق الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات الصحية بالنسبة مثلاً أبغى أقلل حالات الكارديوفاسكولار ديزيز، كيف أقدر أقللها؟ طيب، من ضمن المشاريع إذا كنتم فاكرين كان عندنا مشروع اللي هو الأرجنت كير سيستم، الأرجنت كير سيستم اللي إنكلودينج الأرجنت كير والسبيشاليز كير والريسورس كنترول سنتر. تكلمنا باستفاضة عن الأرجنت كير سنتر والأرجنت كير كلينيك. الآن حنقول بالنسبة لحالات القلب تم تفعيل مسار الجلطات القلبية. تفعيلها تم على ثلاثة على مستويين رئيسيين. المستوى الأول زيادة التوعية في المجتمع الأويرنس، increase الأويرنس للجنرال بوبوليشن على الريسك اللي ممكن تسبب لأمراض القلب زي الأوبيزيتي، زي الإنأكتيفيتي، السيدنتري لايف ستايل، زي مثلاً المريض الشخص يكون أصلاً هو عنده ريسك فاكتور دي إم وهايبرتنشن. فنشتغل أكثر على البريفنشن ونشتغل أكثر على الأويرنس. طيب لو جينا مثلاً في البرايمري كير، كيف أقلل الكرونيك كاردو فاسكولار ديزيز؟ عن طريق إننا إحنا بنفعل موضوع اللي هو الكاردو فاسكولار ريسك أسسمنت. أي مريض عندي في العيادة بيراجع في عيادة الأمراض المزمنة، مريض قلب، عفواً مريض سكر ومريض ضغط، لازم أعمل له الكاردو فاسكولار أسسمنت. عبارة عن أبليكيشن وتطبيق يتم وضع بعض القراءات الخاصة بالمريض ويحسب لنا من خلاله كم معدل إصابة المريض بالمشاكل القلبية. طبعاً ضروري جداً إذا كان المريض عنده هاي ريسك فاكتور زي الديسليبيديميا ارتفاع الدهون نبدأ نعالجها. إذا نحتاج تدخل السكند أوبينيون أو ريفيرال للبيشنت يتم التدخل مبكر يعني قبل الإصابة. كذلك نبدأ نعطي المريض الأدفايس إذا كان مثلاً مريض ضغط ومريض سكر كان غير متحكم في الحالة، نبدأ نعطيه الأدفايس إنه لو جاتك مثلاً آلام في الصدر تتوجه مباشرة للطوارئ، تأخذ الأسبرين. فنبدأ نوعي المريض بالنسبة لحالات الجلطات. طيب هذا من ناحية الأويرنس. نجي من الناحية الثانية إنه أصبح تفعيل مسار الحالات القلبية مباشرة من المراكز الصحية. سابقاً كنا ننقل المريض للطوارئ ومن الطوارئ يتم نقله مثلاً للتيرشري سنتر اللي هو للكاردوفاسكولار للكاث، سواء كان مقرر للمريض عمل إجراء عملية. فهذا التايم يأثر علينا في الديسيجن يعني يأثر علينا في القرار في الحالة. فتم تفعيل الهوت لاين بالمراكز الصحية دايركت مع أطباء القلب في التيرشري سنتر اللي هو في مركز القلب، والحمد لله تم تحقيق النجاح نقل حالات مباشرة من المراكز الصحية إلى الكارديوفاسكولار سنتر دايركت للكاث لاب. يعني ما صار في ديلي للحالة وأصبحت الحالة معقدة، فتم نقلهم مباشرة بالذات لو كانت ST segment elevation MR. تمام، فتم تصميم هذا المسار البيشنت جيرني بالتعاون مع القادة المسؤولين عن مسار الحالات القلبية بحيث يتم تفعيله، نستفيد من الجولدن اور تبع الحالات، نقلل الديلي اللي ممكن يصير للمريض انه لما نتصل على الاسعاف يجي الاسعاف يوديه الطوارئ، في الطوارئ نستنى الباطنه، يجي الباطنه يشوفه يقول لا الحالات القلبيه يجوا يشوفوا. فصار في دايركت كوميونيكيشن، والحمد لله في التجمع الصحي في المدينه المنوره تم تسجيل 4 قصص نجاح بنقل 4 مرضى من مراكز صحيه مختلفه كانت تحت اشراف اطباء اسره مباشره الى اللي هو القسطره القلبيه، مع اعطاء المريض العلاجات الطارئه في المركز الصحي من الاسبرين والاكسجين ومحاوله لاستقرار الحالات. هذا بالنسبه لاول كومن ديزيز يكون عندنا هو سبب الدث. تمام، طيب بالنسبه للديابيتس ايش الافكار اللي ممكن تساعدنا اننا نقلل الديابيتس؟ حنمشي بنفس الطريق، نبدا بالاويرنس
نبدأ نقلل الريسك فاكتور، نضع البيشنت جيرني. البيشنت جيرني اللي هو البيشنت باثوي، إنه نبدأ من الكوميونتي، من البرايمري كير، من السكندري كير، من التيرشري كير. طبعاً في كل مرحلة إحنا نحرص مثلاً الانترفينشن يكون ايرلي، يعني الأوارنس يكون مبكر. في حالات كثير عندنا بري ديابيتك، يعني يكون في مرحلة ما قبل السكري، نبدأ نشتغل على موضوع الريسك فاكتور، نبدأ على موضوع الاكسرسايز، الدايت. فالبري ديابيتك يعني according to last statistic number يعتبر عددها جدا عالي. طيب بالنسبة، هذا بالنسبة باختصار بالنسبة للسكري. بالنسبة للRTA أو الترافيك أكسيدنت، طبعا استغلال الأويرنس بموضوع السلامة، جاء موضوع ساهر، تم ملاحظة أنه قلت الحوادث يعني في فترة تفعيل هذه الخدمة. فجميع القطاعات تتكاتف حتى تحقق اللي هو الإنجاز المطلوب في كل المشاريع. Next. طيب نيجي كذلك نقول إنه المملكة العربية السعودية أصبحت تتجه باتجاه ملحوظ على البريفنشن بروجرام. على سبيل المثال الآن تم تفعيل عيادات متخصصة للتدخين داخل المراكز الصحية. أي مريض بإمكانه إذا قرر الإقلاع عن التدخين يتوجه لهذه العيادات، كذلك عن طريق الطب الاتصالي عن طريق 937. فبالتالي نقلل أحد العوامل أو الريسك اللي تكون ممكن leading cause للكاردوفاسكولار ديزيز. تمام. كذلك السيرفيس اللي تكون تساعدنا في البريفنشن اللي هو تفعيل الإميونيزيشن، بدأنا نلاحظ إنه في تحديثات فيما يخص التطعيمات الخاصة بالأطفال، التطعيمات كذلك الخاصة بالكبار. تم تحديث بعض التطعيمات according للديزيز الموجودة. كذلك تفعيل الـ Child and Maternity Health، الـ Digital Service، أصبح عندنا عدد جيد من العيادات التي تخدم خدمات الأسنان. تفعيل الـ Health Education inside الـ Primary Health Care، كذلك تم تفعيل بعض الخدمات الخاصة بالـ Nutrition. يعني في بعض المراكز الصحية تلاقي إنه هذا المركز اسمه رعاية أولية تخصصي، يعني في بعض التخصصات. المشروع ما طبق بشكل أوسع أو بشكل كبير، لكن في بعض المناطق المملكة موجود عندهم هذا النوع من هذه المراكز، يكون هو مركزي وجميع المراكز الأخرى في نفس النطاق تحول عليه بعض الحالات اللي تكون ممكن أدفانس أو البيشنت نيد تو سي الميديسن، يكون في كلينيك للميديسن، كلينيك لأطباء الأسرة، سوري كلينيك لأطباء الباطنية مثلاً كل يوم اثنين، فبالتالي ما يضطر المريض يتوجه للسكندري كير، مثلاً أطباء جلدية على حسب الاحتياج. فالآن في يعني جهود واضحة في هذا المجال. بالنسبة للهيلث إديوكيشن طبعاً في a lot of factor مثلاً ممكن نتكلم عنها، لكن أشهرها تم تفعيل الصحة المدرسية، الكشف المبكر، الصحة المدرسية، فكل هذه خدمات تساعد لتحسين جودة الحياة وصحة المريض. الصوت واضح؟ معلش في أحد كاتب في الشات إنه الصوت مو واضح. تمام. ممكن يكون من عندك يا دكتور، ممكن الإرسال أو شيء. طيب نكمل. طيب هذا ذكرته لكم بالنسبة للكاردوفاسكولار ريسك أسسمنت. بالنسبة للكرونيك كيسز نعمله في البرايمري هيلث كير.
كذلك من بعض التحديثات اللي حصلت اللي هو زي ما قلت لكم الكاباسيتي للبرايمري هيلث كير فاسيليتي للانفراستراكشر سيرفيس والدراج افيلابيليتي والهيومن ريسورس. طبعا بدأ يتم زيادة في تحسين المباني الانفراستراكشر تحسين بالخدمات. سابقا ما كنا نلاقي في المركز الصحي اكس راي، يعني نادرا ما نلاقي مركز فيه مثلا لاب. الآن لا، أغلب المراكز المطورة يكون فيها جميع الخدمات من أشعة من مختبر من صيدلية. حدث تغيير يعني واضح وملموس في الفترة الأخيرة أنه كانت الصيدليات اعتماد كلي على نظام وصفتي، الآن تم إرجاع النظام أنه يكون الصيدليات تفتح في المراكز الصحية. طيب الديجيتال هيلث اتوقعنا تكلمنا عنه بشكل تفصيلي في المحاضرة في البارح، لكن احنا بنسلط الضوء على الخدمات اللي تساعدنا في المراكز الصحية اللي هي حيكون عندنا ايش هي التطبيقات الابليكيشن اللي تساعد المريض. عندنا نظام موعد، عندنا نظام صحتي، من تطبيق صحتي المريض يسجل رقم الهوية وبياناته، تظهر له المركز الصحي التابع أو الأقرب مركز صحي على حسب المنطقة الجغرافية أو العنوان الوطني. بعد كذا المريض يقدر يحجز مواعيده في المركز الصحي، وكذلك يحدد الفريق الطبي المشرف عليه. تمام؟ طبعاً في تحديثات بشكل مستمر، يعني التطبيقات ممكن تتغير من فترة لفترة، يكون أدرجوا فيها خدمة جديدة. طيب كذلك ذكرنا أنه 937 استشارات افتراضية أو أنه عن طريق حجز المواعيد من القسم الإداري، هذه ساعدتنا كثير. أحيانا بنواجه بعض المرضى كبار في السن أو مرضى ما حجز موعد، يتم توجيه أنه يتم حجز موعد عن طريق 937، أو إذا كان في إمكانية يكون على الووك إن كلينيك أكوردينج للسيرفيس المطلوبة للمريض. كذلك أصبح عندنا مركز استشارات نفسية اللي هو المينتال هيلث كلينيك، هذا الرقم الموحد مجانية من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء. طبعا تحقيق النجاح يعني ملموس في هذه الاستشارات، وتشكر يعني جهود الوزارة واللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية. طيب هذه التطبيقات الابليكيشن اللي احنا بنستخدمها بكثرة في المراكز الصحية بالإضافة إلى تطبيق وصفتي. طيب إيش التحديثات اللي حصلت؟ في السابق كنا اللي هو دفتر تطعيمات الطفل أو Child Vaccine Card، كانت عندنا عبارة عن دفتر ورقي بيبر. كانت بعض المشاكل إننا نواجه إنه بعض المرضى يضيع الدفتر. طبعاً مهم جداً هذا النموذج، يعني زي ما أنتم عارفين يعني يحفظ حق المريض أنه في معرفة تاريخ أخذ اللقاحات في دخول المدرسة. فكان الإبداع اللي حصل أنه تم دمج اللي هو دفتر التطعيمات في تطبيق صحتي، إنه يكون إن شاء الله بالفيوتشر include all child vaccination from the birth، تكون إلكترونيك. هيسهل لنا إنه يصير عندنا easy access at any time، وإننا بنستبدل البيبر vaccination certification حتصير إلكترونيك، فبالتالي يعني نستغني عن الأشياء الورقية. يعني لاحظوا شيئا فشيئا يعني بدأت تتلاشى الأمور الورقية بإذن الله. طيب بالنسبة للبرايمري هيلث كير أو الفاميلي ميديسن، اللب الأساسي للتغيير الحاصل إنه بتطبيق نموذج الرعاية الصحية. بالنسبة للمذر أند تشايلد هيلث زي ما أنتم شايفين هو يندرج تحت اللي هو السيف بيرث. بالنسبة للمذر سبورت وومن تو سيفلي ديليفر هيلث انفنت بتطبيق عيادة متابعة الحمل. كذلك سبورت البري ماريج والبري اللي هو البري مارايتال كونسلتيشن بالمراكز الصحية، استشارات ما قبل الزواج، إعطاء بعض التطعيمات
البري كونسبشن كذلك اللي هو استشارة ما قبل الزواج، فيها العديد من الموضوعات التي تناقش مع المقبلين على الزواج، اللي هو من أشهرها بالنسبة للفيميل اللي هو استخدام موانع الحمل، كذلك يرعى بالمذر إذا كانت البوست ديليفري والإيرلي ديفلوبمنت والتشايلد فاكسينيشن. هذا بالنسبة للباث واي للسيف بيرث. تمام، نفس الشيء الآن أصبح عندنا الجواز الصحي للأم والطفل، طبعاً هو من أجمل الإصدارات اللي ممكن لو حابين تطلعون عليه في جميع التفاصيل، سواء من كل فيزيت إيش ممكن نعمل للمرأة الحامل من تحاليل ومن فول أب، كذلك في الألتراساوند كم مرة نعمل ألتراساوند للبريجننت ليدي، بالنسبة للقياسات الوزن، يعني جداً جداً من الإصدارات الجميلة. بإذن الله إنه كذلك يصبح يعني إلكترونيك باسبورت بإذن الله. طيب بالنسبة للريبرودكتيف أند سيكشوالي هيلث كير، الآن تم تفعيل بعض البرامج الخاصة بالأمراض الجنسية والتوعية بالأمراض الجنسية. أصبح عندنا بعض السكرينينج بروجرام الخاصة في السكرينينج للـ HIV موجودة في بعض المراكز الصحية، ليس في مو بجميع المراكز، لا سيلكتد مراكز معينة. في بعض الهيلث كلاستر بدأوا بإنشاء وحدة متخصصة للأمراض الجنسية، يعني تعني بجميع الجوانب، سواء awareness، سواء الفولو اب للسكرينينج بروجرام. تمام، انا احاول ما اقرا من السلايد لانه احنا بنحاول ان نتناقش بالنيو ابديت في هذا المجال. بالنسبه للكيرلينج الكيرنج للادلت في البرايمري هيلث كير، احنا عندنا الكيرنج للجرياتريك كيس، عندنا بعض السكرينينج الخاص فيهم، طبعا الاهتمام بصحة كبار السن يعني أحد أولويات اللي هو الوزارة وأولويات الدولة، فبالتالي خصص لهم برنامج سكرينينج للألزهايمر، سكرينينج للريسك فور فول، السيفتي تبع كبير السن في المنزل. المينتال هيلث ذكرت لكم انه في عندنا عيادات داخل المراكز الصحيه تحت اشراف اطباء الاسره، يتم معالجه الحالات البسيطه، يعني طبيا حاله الاكتئاب البسيط يتم معالجتها داخل المركز الصحي، يتم احالتها اذا كانت سيفير كيسز، مودريت كيسز، ريزيستنت مثلا ديبريشن، او اذا كانت الحاله تحتاج للسكند اوبينيون او تحتاج للادمشن في الهوسبيتال. فوجود اطباء الاسره في المراكز الصحيه مكن من تطبيق الرعايه الاوليه بشكل صحيح. طيب هذه ذكرناها في المقدمه للمنتال هيلث. كذلك ذكرنا الكرونيك ديزيز، عيادة طب عيادة الأمراض المزمنة أصبح لها مسار وبيشنت جيرني محدد، للديابيتك بيشنت، للهايبرتنشن، للأزمة، أولسو للباك بين كيسز، متى أنا أحول حالة باك بين مثلا للفيزيوثيرابي اللي هو لمراكز العلاج الطبيعي. فأصبح المسارات تسهل للمريض أنه يعرف الجيرني الخاصة فيه، وتكون واضحة وإكوالي لكل الناس. خلاص انت الآن عندك هذه المشكلة، ممكن انت تتبع هذه البروسيس عشان تحصل على هذه الخدمة. طيب الجنرال إليمنت والإليمنت الأساسية للرعاية الأولية، انه هذه النقاط اللي ذكرناها، الإميونيزيشن، الإديوكيشن، النيتريشن، التريتمنت، البريفنشن اوف ذا ديزيز، الماتيرنال اند تشايلد دراج افيلابيليتي، caring of the chronic disease. This is the general element لل primary health care. طيب ال primary health care أو ال family medicine يمتاز إنه بيعالج كل ال family و all disease و all gender، يعني male و female، adult to pediatric و all the disease according للscope لل family medicine.
تمام. طيب ذكرنا التغييرات اللي حصلت في المستقبل الحالي الآن، إحنا الآن في هذه التغييرات. التغيرات المستقبلية تطبيق المودل اوف كير بشكل كامل، اللي هو مسارات الخدمة سواء كانت كيبويل، لاست فيز، بلانت فيز، كرونيك كير، ارجنت كير، والسيف بيرث. طبعا البلانت كير اللي هو العمليات، على سبيل المثال اللي هو البلانت بروسيجر، يعني مثلا عندنا مريض عنده جولستون، كرونيك جولستون، فسابقا كان المريض ياخذ مواعيد تاخذ فتره طويله، الان اصبح بتطبيق البلاند كير بامكان المريض انه يتم فحصه، يتم عمل التراساوند وتجهيزه بشكل كامل، ثم التوجه لاجراء هذا البروسيجر. يعني البروسيس الطويله لا صارت قصيره باذن الله. طبعا في بعض المشاريع اكتمل تنفيذها وبعضها الى الان بطور البايلوت اللي هو التطبيق المبدئي. طيب بالنسبة للفاميلي ميديسن اد سبيشاليتي، ايش الاشياء اللي ممكن اتغيرت عندنا في الفاميلي ميديسن بالنسبة للفيزيشن؟ احنا عندنا لاحظنا شورتج في الكواليفايد فاميلي فيزيشن ان اول هيلث كير سيكتور في المملكة العربية السعودية، فكان عندنا وضع استراتيجية خاصة بهذا الموضوع. تم بالنسبة لحل هذه المشكلة وحل هذا الشورتج زيادة الترينينج سنتر اللي هو مراكز التدريب لأطباء الأسرة، اللي هو أطباء الإقامة، طبيب مقيم في طب الأسرة. تم تقليل عدد السنوات، يعني في عالميا أغلب الدول العالم مثلا في UK، US، كنديا، كلهم عندهم الفاميلي ميديسن 3 سنوات. في السابق احنا عندنا كان 4 سنوات. سبب اختلاف السنوات انه في الانترناشونال يحسبون سنة الامتياز، يتم حسبانها. فتم تقليل التوصيات بجعلها از بنش بارك بالجلوبال فاميلي ميديسن، اصبح مدة الريزيدنسي بروجرام 3 years. هذا ساعدنا اننا نخرج دفعات ونسد الاحتياج في المراكز الصحية. الترينينج سنتر بالمقابل زادت، وزادت الكاباسيتي للتريني في هذه المراكز. طبعا ضروري جدا واحنا نتكلم عن الفاميلي ميديسن والبرايمري هيلث كير اننا نتكلم عن هذا المشروع الوطني اللي هو مشروع طبيب أسرة لكل أسرة. هل في أحد منكم سمع عن هذا المشروع أو اشتغل في هذا المشروع في المراكز الصحية؟ طيب هذا بالنسبة نموذج طبيب أسرة لكل أسرة، هو بكل اختصار احنا بنتكلم على تعريفه وكيف حيتم تطبيقه. غالبا الان تم بدايه التطبيق في بعض المراكز الصحيه. بامكانكم تشوفوا الفيديو، يعني الفيديو هذا يتكون من 3 اجزاء جدا رائع في اليوتيوب. تكتبون مثلا نموذج طبيب اسره لكل اسره، وهذه اصلا السلايد الجزئيات من مباشره، يعني من نفس المحتوى. طيب نيجي نقول ايش هو طبيب اسره لكل اسره. إنه يكون عندنا فريق الرعاية الصحية الأولية. الفريق يتكون من الطبيب، يكون متكون من الممرض، يكون مثلاً متكون من الكيس مانجر والكيس كوردينيتر، يكون ممثلين فريق الرعاية الصحية. هذا الفريق يعني بتسجيل الأسر وتسجيل الأفراد، تمام؟ طيب إيه لما أنا أسجلهم إيش حيكون دوري؟ الإشراف على وضعهم الصحي بشكل كامل، يعني هذا الفريق يشرف على هذه الحالات في وضعها الصحي بشكل كامل، ونصمم ونتابع الخطط العلاجية والوقائية بحسب الفئة العمرية والجنس والوضع الصحي لهم، تمام؟ يعني إنه كل أسرة يكون لها طبيب أسرة، فريق متكامل، يعني بالخدمات الوقائية والعلاجية لهذه الأسرة. طبعاً يؤخذ بعين الاعتبار العمر والجنس والوضع الصحي. طيب
تمتد هذه العلاقة بين الفريق الطبي مع نفس المجموعة المستفيدين المسجلين معهم لسنوات. طبعاً في اشتراطات إنه من حق المريض مثلاً يغير هذه المجموعة، يتم التسجيل حالياً مباشرة بالاتصال على المرضى وأخبارهم إنه هذا الفريق الطبي اللي يكون مشرف على الحالة. الآن لو أي أحد منكم فتح تطبيق صحتي وبيسجل في المركز الصحي حيلاقي إنه مسجل ضمن فريق طبي، فريق اسم الطبيب، اسم الممرض، أحيانا يكون موجود اسم فني أو على حسب الفريق الطبي المتوافر. فالفريق يستمر لمدة سنوات أكثر، يكونون أكثر اطلاعا على حالاتهم. طبعا الاستمرارية تضمن لي أنه يكون في أكثر اطلاع على حالة المريض. طبعا هذا النظام مطبق يعني سابقا في العديد من الدول المتقدمة في الرعاية الأولية. بإمكان هذا الفريق الطبي يسجل أكثر من 2000 شخص مع إمكانية زيادة العدد حسب احتياج وإمكانيات المركز. الفريق الطبي يتم تدريبه على إدارة الحالات ومتابعة المرضى، التواصل معهم للإطمئنان على صحتهم ومتابعتهم، وتذكيرهم بالفحوصات والزيارات اللازمة. طبعا انتم عارفين انه بحكم الريسورس احيانا بالنسبه لموضوع التواصل احيانا نبدا بالمشروع لكن we still need to improve مثلا area معينه، فممكن يعني قريبا او في الفتره الجايه يكون في افضل بخصوص التواصل مع المريض للاطمئنان على صحته وحالته ومتابعته. كذلك عندنا يتم تدريب الفريق الطبي على تقديم خدمة المدرب الصحي. هذه الخدمة من ضمن مشاريع برنامج مكن اللي ذكرته لكم أمس في المحاضرة. برنامج مكن يحتوي على العديد من التخصصات اللي تخدم سوق العمل، خاصة اللي هو تحقيق الترانسفورميشن اللي حاصل في الهيلث كير سيستم. فيتم تدريبهم نفس الطريقة اللي هو نفس طريقة الترشيح، البرنامج المدة يكون بارت تايم، فكان من ضمنها المدرب الصحي، وكان عندنا كذلك اللي هو مدرب الصحة المدرسية. فهذه كلها تساعد المرضى على التحكم بأمراضهم وتشجيعهم بالحفاظ على صحتهم من خلال تقديم الإرشادات والنصائح المناسبة. طبعاً بهذه النقطة نكون انتهينا اليوم من الجزء الأول من المحاضرة في الحديث على الفيوتشر والإنوفيشن اللي حاصل في البرايمري هيلث كير وسبيشيالي في الفاميلي. طبعا مجالات الإبداع والابتكار في هذا المجال حتكون واسعة وعديدة، مجالات البحوث كذلك للمهتمين بإجراء البحوث الطبية كذلك أصبحت ذات تنوع يعني مختلف في هذا المجال. نشوف إذا في أي سؤال، إذا حابين نبدأ على طول المحاضرة الجاية لأنها جدا يعني قصيرة يعني. طيب تمام حنكمل، لكن اسمحوا لي بس أجيب المحاضرة. دقائق. طيب نستكمل الحديث الآن على الجزء الثاني إن شاء الله من ختام المحاضرات اليوم، في الحديث عن الـ Patient Care Innovation.
حنتكلم عن innovation in home healthcare بالنسبة للرعاية المنزلية. طبعا عشان يكون عندكم يعني تصور كامل، هذه المحاضرة عبارة عن مصدرها من الباثوي البيشنت جيرني، يعني بس أنا مجرد حقدمها لكم اليوم as يعني presentation، هنشوف من خلالها كيف يتم تصميم مسار ورحلة المريض في الخدمات اللي حتقدم في برامج التحول الوطني. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Innovation in home healthcare. بالنسبة كمقدمة بسيطة، إحنا نحتاج نعرف إيش هو الرعاية المنزلية. الرعاية المنزلية في السابق كنا يعني نادرا ما ممكن نعرف طريقة الوصول للرعاية المنزلية، إيش هي الكرايتيريا، إيش نوعية الحالات. بعض المرضى يجوا العيادة يطلبوا بعض الحاجات مثلا الخاصة بالسبلاي، مثلا يا دكتور أحتاج مثلا أدوات للدريسينج، أدوات، فكان من الصعب يعني معرفة كيفية توجيه هذا المريض. ففي أي مشروع زي ما ذكرنا يدرس الـ current situation، فحنقول إنه الـ home care is the component of the continuum of the comprehensive health care that promote and maintain or restore health or maximize the level of the independent while minimize the effect of disability and illness. طبعا احنا لما يكون عندنا comprehensive health home care هيقلل لي ال independence اللي ممكن تحصل للمريض انه او انه يكون disability اللي ممكن تحصل له، بالذات مثلا عندنا حالات الستروك، حالات الام اي، الكرونيك كيسز، الاولد ايج اللي اصلا هو ما عنده احد في البيت، هو مثلا عايش لوحده. فبالتالي الهيلث كير هو كومبرهنسيف شامل ومتكامل يكمل الخدمات الصحيه. طبعا احنا بنتعامل مع تحديات بالنسبه للهيلث كير زي ما ذكرنا، سواء كانت عامه او عالمية، لكن إحنا أهم تحدي إننا نخلي البست بليس للمريض to get better وإنه يكون comfortable، وهو أهم مكان اللي هو المنزل الهوم. طبعا لازم يكون التيم اللي يشتغل في الهوم كير يكون التيم عنده سكيلز ومهارات للتعامل مع هذه الحالات ويكون well trained. تمام. طيب إيش الأوبجكتيف إنه إحنا بنعمل patient journey أو patient pathway للهوم كير؟ أول objective إحنا نعمل improvement للquality of the service provider to the patient and improve the clinical outcome. لما أنا أقدم خدمة فيها جودة وفيها quality هيتحسن عندي ال outcome تبع المريض، أقلل ال cost. ليش؟ لأنه أنا لما أعتني في المريض، أتابعه، أعرف حالته، أقلل الكوست اللي قد ممكن يحصل لو مريض مثلا كان كبير في العمر وطاح في البيت، جاله هيب فراكتشر. تكلفة هذا الإجراء حيكون على مستواه الصحي وليس فقط المادي، مثلا جاله بيد سور اللي هو تقرحات الفراش، فبالتالي هذه كلها تقلل لي الكوست. increase the percentage of the home care visiting. Integration between the home care facility. لازم يكون في ترابط وتواصل بين ال facility لل home care. The home care coordinator unit. عندنا إنه توحيد هذه the work surface together. تمام؟ إحنا عندنا هذا المانوال اللي هو the Ministry of the Health Home Medical Care Standard. طيب إحنا عرفنا الأوبجكتيف وعرفنا إيش هي الخدمات هذه اللي ممكن نقدمها للمريض عن طريق الهوم كير، كيف أبدأ أدرب فريق، كيف أنشئ فريق، من فين أجيب هذا الفريق؟ أول حاجة إحنا عندنا اللي هو بدأ إطلاق برنامج دبلومة في الهوم كير بالنسبة للتمريض. هذا البرامج معتمدة من الهيئة السعودية. كذلك عندنا برنامج المكن لتدريب التمريض على الرعاية المنزلية
يتم يعني بذل الجهود في تحسين quality of the training بالنسبة لمجال الصحة المنزلية أو الرعاية المنزلية. هذا المانوال as a resource بالنسبة للهوم كير ستاندر ريسورس. في بعض الإصدارات الخاصة بالصحة القابضة وفي بعض الإصدارات الخاصة في اللي هو الدبلومة تبع الهوم كير، جميعها تساعد إنه يكون عند الشخص updated وباك جراوند عن الرعاية المنزلية. طيب البيشنت من هم، كيف البيشنت سيجمنتيشن السيرفيس أنا كيف حقسمها؟ هيكون عندي قسمين، فيرتشوال كلينيك ولا هوم كير فيزيتنج، يا اني ازور المريض في البيت يا اني اعمل له فيرتشوال كلينيك. تمام، يعني المريض ما حيجيني في سنتر معين اسمه الرعايه المنزليه، لا حيكون يا انه فيرتشوال يا انه هوم كير فيزيتنج. طيب الهوم فيزيت ايش الخدمات اللي ممكن نقدمها من خلالها؟ زي ما واضح عندكم الووند، السبيتش ثيرابي، الانفيوجن ثيرابي، مثلا الضمادات، الباليتيف كير، الديزيز مانجمنت، البروفايدنج ميديسن اند ميديكال سبلايز زي ما ذكرنا تو ذا بيشنت، السايكو سوشيال سبورت، ايدوكيشنال فاميلي او الكير جيفر اباوت هاو تو كير فور ذيس بيشنت في هذه المرحله. كذلك عندنا اللي هو السيفتي اند موبيليتي انستراكشن. خلاص طيب بالنسبة للخدمات اللي ممكن تقدم من الفيرتشوال اللي هو الباليتيف كير اللي هو الرعاية التلطيفية، ممكن متابعة حالات الهارت فيلير، الديابيتيك اديوكيشن والكرونيك ديزيز. طيب الهوم كير تيم احنا عندنا زي ما قلنا عندنا نيرس، عندنا فيزيشن، عندنا سوشيال وركر، عندنا الهوم هيلث ايدنس، عندنا الفارماسيست اللي هو صيدلاني يساعدنا مثلا إذا كان عندنا كبير في السن عنده multiple medication يعمل لها review وعشان ما يصير interaction between بعض medication. respiratory therapist طبعا عندنا احتياج كبير لهذا التخصص. diabetic educator اللي هو التثقيف المريض بالنسبة لحالات السكر. dietitian اللي هو التغذية، والعندنا الفولنتيرز اللي هو المتطوعين قد يتم إشراك اللي هو المشاركة المجتمعية بتقديم الخدمات. إذا عندنا التيم كبير جدا. ممكن أحيانا في الفيزيت طبعا مو جميع التيم يكون بالزيارة، لكن إنه هذا التيم المكون عشان أنا أقول عندي هوم كير يونت، عشان أقول هذه هوم كير يونت. تمام، السوشيال وركر اللي هو يساعد المريض بالنسبة إذا كان عنده مشاكل في الترانسبورتيشن اللي هو التنقلات، مثلا عندنا كبير مريض كبير بالعمر وعنده ديسابيليتي أو على وولت شير، فممكن يتم نقل المريض لمواعيده إذا كان يحتاج حضور في العيادة أو إنه الطبيب يزور المريض في المنزل أو إنه تكون عن طريق الفيرتشوال. تمام، طيب ايش الكرايتيريا، ايش الاكسبتنس كرايتيريا؟ احنا كمقدمين رعايه لازم نعرف ايش هي الكرايتيريا. اول حاجه طبعا هي الكرايتيريا كثيره لكن بنختصرها، انه يكون سعودي الجنسيه، انه ما عنده اني سايكاتريك ايلنس، يعني السايكاتريك ايلنس هذه اكسكلوجن كرايتيريا من الهوم كير. يكون هيمودايناميك ستيبل يعني وضعه الصحي مستقر. ما يحتاج frequent daily care، لا يكون at least one visit per week. إنه يكون عنده record file، عنده number، إنه يكون في safe environment for patient care required. Safety of the home healthcare team required، طبعا مهم جدا زي ما مهم إنه البيئة المنزل اللي يكون فيه المريض يكون safe، هكذلك الفريق الطبي اللي يكون متواجد لازم يكون في منطقة وفي مكان آمن. لازم المريض يكون located within الزون أو الجرافيك geographic area بالنسبة للمريض. بالنسبة كذلك يعني مثلا تم معالجة المريض و discharge from this hospital حيكون الهوم كير تابع لهذه الهوسبيتال. كذلك لابد أن يكون في follow up مع البيشنت، who is responsible about this patient، الفاميلي ممبر، الكير جيفر، for in case of any medical emergency لازم نقول له فين لازم يروح،
كيف يتواصل مع الهلال الأحمر، كيف يتواصل مع مقدمين الرعاية الطارئة. تمام؟ فهذه الكرايتيريا اللي تنطبق على المريض في حالة احتياجه للهوم كير. طيب نيجي نتكلم عن البيشنت جيرني اللي أنا ذكرتها لكم من البداية، إنه إحنا الآن عندنا في المودل أوف كير تصميم مسار الخدمة لهذا المريض. بالعادة لازم أول حاجة نقول الكرنت اللي هو الوضع الحالي، بعدين نحط الإضافات اللي تخلق نوع من الإبداع لتقديم الخدمات للمريض. تمام؟ أهم حاجة إنها تكون إفكتيف وسيف للمريض، وتكون إفكتيف في النظام وفي الخدمة المقدمة للمريض. طيب في السابق زي ما قلنا المريض لو صار له أدميشن في السكندري كير أو صار له أدميشن في التيرشري كير، حيصير له إيفالويشن ديورينج أدميشن، يتعالج في الأدميشن في التنويم، بعد كذا يخرجوا ويقولوا لك لو احتجت الطب المنزلي تاخذوا رقم الهوية ولا رقم الملف وتراجعوهم، صح ولا لا؟ هذا اللي كان متبع acceptance for home visiting. إذا قال الطبيب المعالج مع الدسشارج إنه يحتاج هوم كير، هيكتبوا له في الريفيرال أو في الدسشارج سمري. بعدين عندنا no clear plan. بعد كذا ما عندنا clear plan أبدا، ما بعض الفاميلي وبعض البيشنت هو أصلا بعد الدسشارج يكون قد تحصل معه أشياء، يكون محتاج الطب المنزلي بس ما يعرف من فين حيبدأ وفين حيرجع. تمام؟ نجي طيب إيش حنغير؟ زي ما أنتوا ملاحظين هذه الليفل اللي فوق اللي هو الأويرنس لو كنا كوميونيتي في الهوسبيتال ديجنوزز، الكير بلان، التريتمنت، الأكيوت إبيزود والكونتينيتي أوف كير. هنا على الطرف اليسار تجينا اللي هو الليفل أوف الانستيتيوت، سواء كانت كوميونيتي، برايمري كير، سكندري كير، والتيرشري كير. تمام؟ كان في السابق ما عندنا أي معلومة أو أي تواصل في برايمري كير عن موضوع الطب المنزلي، حتى أحياناً بنواجه إنه ديابيتك بيشنت، أولد إيج، ما عنده أحد يعطيه الأنسولين، هو أصلاً على أنسولين، ما عنده أحد يعطيه الأنسولين في البيت، عنده ضعف في النظر نتيجة للحالة اللي واصل لها، عنده ديابيتك فوت يحتاج مثلاً دريسينج، فيكون عندنا لابد إني أحوله على السكندري كير عشان يفتح ملف عشان هناك يشوفوه في الاوت بيشنت ويعملوا له على الهوم كير بلان. تمام؟ فكان الباث واي غير واضح للجميع صراحه. نجي ايش بنحطه، ايش بنعدل في هذا الجيرني او في هذا الباث واي. بسم الله. ايش الفيوتشر جيرني اللي الان جهود قائمه على هذا الموضوع، انه احنا عندنا الهوم كير والكوميونتي request to or need home care. Who is request أو need للhome care. من primary care BSC evaluation and acceptance. من primary care من المركز الصحي لو كان المريض في evaluation need حيتم له acceptance. خلاص. وإذا كان في hospital نفس الشيء، من hospital من OBD، أو إذا كان patient في admission كذلك حيكون acceptance من هذه الثلاثة المناطق. هيحصل الأكسبتنس في الهوم كير، الريكوست فور الهوم كير during 72 hour before the discharge. لازم الريكوست اللي تبع للمريض في الأدميشن إنه تكون before the discharge ب72 ساعة. طيب الأكسبتنس حيكون يا إما virtual أو home visit. تمام؟ according للحالة. طبعا الحالات هذه يتم يعني تقييمها بالنسبة للحالة اللي تحتاج home visit أو virtual. في الهوم كير إيش حيحصل؟ frequent evaluation، يتم وضع خطة للمريض هل هو يحتاج weekly visit أو monthly، إيش النيد اللي يحتاجها، مثلا لو يحتاج مثلا ضمادات، يحتاج تغيير، يحتاج تقييم لوضع المنزل، يحتاج education، فيتم وضع، يحتاج سرير، سرير طبي لازم يكون موجود في البيت، فتكون هذه according للأكشن بلان. بعد كذا المريض ممكن يحصل له discharge إذا خلاص يعني عدى هذه المرحلة، أو إنه continuous في الهوم كير. هذا النيو جيرني اللي إن شاء الله بإذن الله جميع الهيلث
كلاستر يعملون على تطبيقها طبعا مع بعض الاختلافات اللي هو للبيشنت جيرني من منطقة لمنطقة على حسب الريسورس الموجودة. في بداية التطبيق طبعا لا نتوقع انه كل البرايمري كير يكون عندهم الاكسبتنس والايفالويشن، لا، في اي بداية مشروع نبدا از بايلوت، مثلا نختار سيلكت مثلا 5 إلى 6 على سبيل المثال من المراكز، بعد كذا نبدا بعد البايلوت نبدا نعمم الموضوع ويصير الجميع قادر على التعامل مع هذه الحالات. واضح معاكم؟ معلش اذا كنت سريعة شوي فحاول أبطئ قد ما أقدر، بس is normal. طيب بالنسبة للـ improvement area اللي إحنا نحتاجها في الفيوتشر، طبعا نحتاج اللي هو surface and skills، إنه يكون عندنا بروجرام زي ما ذكرنا، بدأ 2 بروجرام سواء على الدبلومة أو على برنامج مكن. نحتاج نزود الأويرنس، نحتاج إننا نكون عندنا الكير بلان واضح. بالنسبة للتريننج عندنا احتياج ولا زال للتدريب للستاف، إنهم يكونوا بارت من الهوم كير. الكير بلان اللي هو availability of the home health care tool، يعني أنا without the tool without the resource ما عندي سبلاي، ما حستفيد اني انا اقول فاتحه هوم كير خلاص. واننا نتابع البروسيس، كذلك انه يكون عندنا الكترونيك ريسورس يكون فيها ربط ما بين الخدمات الصحيه المقدمه. improve الكوميونيكيشن سيستم between the physician and between the case manager to avoid any delay in the the patient referral to other facility. لازم يكون في communication بين physician وبين case manager اللي هو الشخص المسؤول عن متابعة الحالة. طبعا هذه the key improvement area في هذا المشروع. بعد كذا اللي هو عندنا the action plan improve the awareness. البلان إننا نحط the effectiveness في the health education awareness. هذه البي دي سي اي سايكل اللي هو كيف احنا بنعمل امبروفمنت لاي بروجكت، نتبع اللي هو البي دي سي اي سايكل، اكت بلان تشيك دو. تمام، حنعمل فايند للديفكت اند جاب ذا كرنت باث واي. طبعا هذه المحاضره زي ما ذكرت لكم منقوله بشكل كامل في شرح مسار البيشنت جيرني الهوم كير من البيز كام في منصة الصحة القابضة الخاصة في المشاريع. أي سؤال أو أي استفسار؟ طبعا هذا الهوم كير سيكتور أورجانيزيشن شارت، هذا الأورجانيزيشن شارت السابق. تمام، بكذا نكون إحنا انتهينا الحمد لله من المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. بنسمع إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار إلين ما يتم إعداد الزميل المسؤول عن تقديم البوستر. طبعاً طيب نختم الآن بما أنه ما في أي سؤال، بإذن الله حيكون إيميلي عند الأستاذة خلود المنسق. أرحب بجميع التواصل معاكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله وألقاكم على خير بإذن الله، وكل سنة وأنتم طيبين ورب يبلغنا وإياكم الشهر الفضيل. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مديتا الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتذر عن الصوت شوي مزكم. اليوم في عندي بوستر You're Useless What You Don't Know Six Skills. اخترت هذا الموضوع لأنه واحدة من أهم المشاكل اللي تواجه الدول التي تطمح لأنها تكون وجهة عالمية للسياحة، قدوم بعض الفئات التي تقدم للسياحة وغيره. لذلك أحد المشاكل هي الاستيديز، وبعضها خصوصا في المجتمعات التي تمثل مجتمعنا من ناحية الخشية من مثل هذه الأمراض، قد تتحول if not treated إلى complications أعظم، ومثال هذا هو نيوروسيفلس. لذلك أنا ببدأ في historical background. Neurosyphilis is caused by bacteria Treponema pallidum. Symptoms can vary from headaches to meningitis, fatal if untreated. Usually came to the come to the person after untreated syphilis infection that caused for a long time, and that will be caused to by initial infection, as I said, from Treponema pallidum. There was three hypotheses about how syphilis spread historical: the pre-Columbian hypothesis, and Eurytanian hypothesis, and Columbian hypothesis. I choose the Federation of Australia to be compared with, especially that they have a great program to control this infection disease, and they have very truly epidemiological data. So as we can see here, how's jumped in the outbreaks that happened in different regions of Australia due to a lot of things, how that spread in the indigenous people, how the tourism programs increased, and that caused a lot of tourism to come to the country, and also increased that. So as we can see, the figure one, epidemic curve showing infectious syphilis outbreak notification in Aboriginal and Torres Strait Island people in the affected regions, and as you can see, most of them in regions that consider tourist destination. The incidence, as we can see in some in the Northern Territory, with a good that's considered either as a very good tourist destination and have a good health system, shown 33 to each 100,000 person in a year in the indigenous people population that have, let's say, some of our problems that they don't like to be stamped by the infection that they have. So they keep it to themselves, and that will progress to neurosyphilis. most of the infected people with syphilis, 80% of the cases resolve spontaneously. Sorry. 10 of them cause symptoms, and 13 is asymptomatic. The pathogenesis of this disease comes from, as I said before, Treponema pallidum, a bacteria that's simplified and cannot tolerate artificial culture, and it's too small to be visualized using a light microscope. Comes to the people and caused by sexual contact, transplant, symptom, interbutium, between mother and child, and blood transfusion, which is the least way to be spreaded. The mode of entry is as follows: a inoculation occurred during sexual contact. The bacterium either directly penetrates the skin or mucosal membrane or enters through a lesion.
from shingle and attachment to the host cell or extracellular membrane, dissemination through the lymphatic system or bloodstream, and then spread to the whole blood. The effect on the host, as we can see in stage one, figure three. Stage one will be from 3 to 90 days after the exposure by the sore, and then the body rash will come to the patient after 4 to 10 weeks from the incubation, and 3 to 15 years after the initial infection will go to the stage three. And this is the problem that we have, that untreated syphilis, especially in the people who get shamed to be treated from secondary respiratory disease, will last for a long, long time. We have symptoms and signs that varies in different between the patient and the occurrence present. Sorry. Most of them, as we can see, personality change, ataxia, stroke, or in the signs, hypoxia, sensory impairment, and papillary change. Most of them are CNS signs and symptoms that we affect, and this is the problem that we have with this disease. The clinical diagnosis will be several pathological and physical tests are undertaken for diagnostic neurosyphilis, detecting or the type of neurosyphilis and level of the disease in a patient. A neurological observation of the, in the clinic may be peripheral neuropathy and facies and skeletal speech. Blood tests to be identified by the neurosyphilis. BDR, AL, Trevelyan Building Protocol Agglutination Assay, TPPA, or FTA APS, Rapid Plasma Region, RPR. As we can see, there is multiple different type of tests that can we go in the lab or on the site to be the diagnosis. Spinal tape to diagnose neurosyphilis. Lumbar puncture should be considered in any patient with a neurological or ocular disease and history of syphilis or unknown syphilis history. Also, we can go to the imaging test to confirm the diagnosis of neurosyphilis. If there is cerebral angiogram or a CT scan for head, MRI of brain, of the spinal cord. And as we can see here in the figure four, brain MRI of a 55-year-old female with a neurosyphilis. Characters from the this infection showing hyperintense sinus change in the bilateral medial temporal region with thin sudoral collection. if we move on to the treatment and effectiveness, in 1943, and the group successfully used penicillin for the first time to treat 4 patients with syphilis. Since then, it has been the drug of choice for treatment of syphilis. Still on, except if there is some a patient with different to be different antibiotic to be added to them. So how we can treat them by, as we can say before, medicine, antibiotics, surgical treatment, psychotherapy if there is a change in that side, and for sure sexual partner treatment as it's caused by a sexual transmitted disease. In most areas of Australia, penicillin therapy is the most common form of neurosyphilis treatment. Other penicillin treatment includes streptococcine, dexamethasone, and other antibiotics that have been used to treat this infection. Still, as it's old, infectious disease, and as it's with all the data that we have and all the research that's been done, still the problem is considered wide, worldwide, and it's not to be treated. One of the problems that we have as we go as that the research is not enough, still not enough to
let's say focus and try to let's say develop something to stop the spreading, or still it's the same problem, and still the spreading is a problem. In Australia, they try to focus more on the ongoing research, with a few countries changing their guidelines. Australia scholars have proposed a method for inhibiting rejections, and German scholars have analyzed the application of procaine penicillin. Another scholar has highlighted the facts that the penicillin combined with cetirizine sodium has a better therapeutic effect. More research has been looking into different kinds of syndromes. Syphilis meningitis often become as you can see here, there is a different complications. أعتقد شوي الصوت متعب صراحة مع الزكمة، لكن خليني معلش بأختصر. Lastly, more knowledge on infectious disease prevention and control methods have had a significant role in diminishing the incidence of syphilis, although that we still have this problem and worldwide, and God forbid that we might have this problem here, because one of our goals in the few next years to gain more tourist visits from them and become, and you know what's happening sometimes with them. So I think one of the most important things to be done in general to initiate a strong program with the clear data about sexual transmitted disease in Saudi Arabia, and especially these kind of diseases that sometimes 80% of them will dissolve without treatment, and but have a fatal effect, or problems like that what happened with syphilis if untreated, that will change the neurosyphilis. That's what I have today. I apologize about my sound, and I'm massive sort of way مع التعب والحرارة يكون شوي متعب. فشكرا والله يعطيكم العافية.